أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تحية مباركة عاطرة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. جلسة اليوم بمكتبة الإحسان مناسبة لإحياء ذكرى وفاة الأستاذ المربي والأديب والمصلح سي محمد الشريف بغامي رحمه الله، وهي الذكرى الرابعة. ذكرى للتذكر، والتذكر عربون محبة ووفاء، ومذاكرة أيضا نتذاكر حول شخصيته، سيرته، مساره وإنجازاته، فهو يستحق منا كل التذكر وكل الوفاء. أسعد دوما بحضور الأوفياء والأساتذة والأصدقاء. حضور اليوم كلهم يعرفون الشيخ محمد الشريف بغامي رحمه الله، زملاء وأساتذة وطلبة وأصدقاء، فلكم منا جميعا كل الشكر والعرفان والتقدير. يحضر معنا اليوم الأستاذ الدكتور سي مسعود فلوسي رحمه حفظه الله. نعم، الرحمة لنا جميعا. الأستاذ مسعود أستاذ بجامعة باتنا كلية العلوم الإسلامية، واحد المهتمين بشخصيات الأوراث الكبير، فمتابع جيد ومهتم، وكاتب أيضا، له مجموعة من الكتب والمؤلفات، يستحق أيضا كل الشكر والتقدير. الأستاذ سي المهدي بالصوفي مجاهد وأستاذ متقاعد الآن، يحضر معنا اليوم. تفضل أستاذ. ابن مجاهد ولست مجاهدا. ابن مجاهد، نعم، ابن مجاهد المجاهدين على كل حال رحمهم الله، والشهداء أيضا. وفي لجلسات مكتبة الإحسان الأدبية والتاريخية،
فله مني دائما كل الشكر والعرفان. الأستاذ سي ناصر بروال أستاذ أيضا متقاعد وناشط أيضا جمعوي وثقافي، نشكر له هذا الحضور. والأستاذ شقيق على كل حال المرحوم سي الشافعي بغامي حفظه الله، نتشرف بحضوره اليوم وسعداء أيضا بهذا الحضور. الأستاذ الدكتور سي الجودي مرداسي أحد أصدقاء المرحوم الأوفياء، صديق ربما الطفولة والدراسة والجامعة والتدريس أيضا، فله أيضا شكري وتقديري. الأستاذ سي عبد اللطيف آسي سليمان مرداسي شقيق سي الجودي، نتشرف أيضا بحضوره اليوم. الأستاذ سي عبد اللطيف أحد أبناء المرحوم سمو سي محمد شريف بغامي رحمه الله، أيضا نسعد بحضوره اليوم معنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة. تحضر معنا أيضا زوجة المرحوم، أبت إلا أن تحضر أيضا معنا لتشاركنا هذا المجلس الطيب المبارك، فلها منا كل الشكر والتقدير والعرفان. الأستاذ عندك الآخر ما دريت اسمه هذاك اللي كفاه الاسم الأخ الكريم حسونات عمارة ما شاء الله. أستاذ حسونات عمارة هكذا، مرحبا بك أستاذ، نتشرف أيضا بحضورك. الأستاذ أيضا سي الوردي بودر الناشط الثقافي والجمعوي، أعتقد غني عن التعريف، نتشرف دائما بحضوره معنا. الأستاذ اللي نتشرف أيضا بحضوره اليوم الأستاذ أحمد درنوني، هكذا أستاذ بارك الله فيك على هذا الحضور. الأستاذ أيضا سي الدكتور حواس أستاذ أعتقد سابقا بالمعهد الوطني بزان البيضاء، واحد معارف الشيخ محمد الشريف بغامي رحمه الله، وأيضا الأستاذ سي أحمد بغامي هكذا أستاذ، وهو شقيق المرحوم سي محمد الشريف بغامي رحمه الله، وأيضا الناشط والإعلامي والجمعوي سي مصطفى عاشوري. نتشرف أيضا دائما ونسعد بحضوره وتغطياته واهتماماته ومتابعاته المستمرة لكل شأن ثقافي واجتماعي بمنطقة الأوراس، يستحق أيضا كل الشكر والتقدير. نتشرف جميعا. نعم الأستاذة، نعم معذرة الأستاذة أيضا ياسمين هكذا مرداسي أحد أقارب الشيخ محمد الشريف بغامي رحمه الله، وناشطة أيضا أعتقد ثقافية و أستاذة جامعية ما شاء الله. نعم في الجانب الإداري بالجامعة. نعم فهي أيضا أبت إلا أن تحضر شريط ولو قصير عن حياة الشيخ المرحوم محمد الشريف بغامي لتقوم بعرضه بعد قليل هنا. أتشرف جدا بحضوركم، هذا كله وفاء ومحبة لشخصية المرحوم سي محمد الشريف بغامي رحمه الله تعالى. أعتقد نبتدئ وأحسن ما نبتدئ به قراءة سورة الفاتحة لروح المرحوم محمد الشريف بغامي رحمه الله. تقبل الله منا جميعا.
أعتقد سنقوم أولا بعرض موجز ولو على كل حال متواضع عن سيرة الشيخ محمد صليب الغامي، وبعدها ستكون كلمات للأساتذة للتعريف به أكثر والحديث عن شخصيته وعن مسيرته وعن مساره وعن أيضا مكتسباته وإنجازاته، لتذكر كل هذا لنتعلم ونستفيد ونعتبر من سيرة وإنجازات هذا الرجل العظيم سي محمد شريف الغامي رحمه الله. كل أستاذ على كل حال اللي راح يتدخل يأتي يجلس هنا بجوارنا ليدلي بكلمته، وبعدها أيضا بعد الكلمات نتولى على كل حال تكريم متواضع وبسيط جدا لعائلة المرحوم بمناسبة هذا الحضور وهذه الذكرى الرابعة لوفاته. أعتقد العرض الأول نتولى، تفضلي أستاذة ياسمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إحياء الذكرى الرابعة لوفاة الأديب والمصلح والمربي الأستاذ محمد شريف بغامي رحمه الله. نبذة تاريخية عن الشيخ محمد شريف بغامي. الشيخ محمد شريف بغامي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، الذي يعد قامة من القامات وهامة من الهامات التي ودعتنا يوم 2019/7/12. ولد بتاريخ 17/5/1961. نشأ وترعرع في قرية تاجرة بلدية إنوغيزن دائرة الشمول ولاية بتنا، فتعلم على يد والده جزاه جزءا من القرآن عفوا، لأن والده كان معلما للقرآن وكان معروفا في هذه المنطقة. كما تعلم أيضا التعليم الابتدائي في مدرسة إنوغيسن وفي الشمول وفي إكماليد البشير الإبراهيمي بأريس، ثم انتقل إلى ثانوية عباس الغرور، ثم تحول بعد نجاحه ودخل المعهد التكنولوجي لتكوين المعلمين. كان من خير طلبة الجامعة خلال تواجده فيها كلية الأداب واللغات جامعة باتنا. في منتصف الثمانينات درس إلى جانب الإعلامي سليمان بخليلي، تحصل على شهادة البكالوريا عام جوان 1981، هذه شهادة التسجيل الخاصة به، ونجح في مسابقة الماجستير مرات عدة ولم يلتحق لاستكمال الدكتوراه، وفضل تكوين الرجال وتقديم الرسالة، وكان من الطلبة الناشطين في مسجد الطلبة بحي العرقوب في باتنا. هذه صورة خاصة مع زملائه أثناء الدراسة لسنة 1982. هذه بطاقة القارئ الخاصة به في معهد أداب سنة أولى ماجستير، إضافة لشهادة ليسانس في اللغة والأدب العربي. وشاءت الأقدار بعد ذلك أن يتعلم من شخصيتين بارزتين في ولاية الأوراس، أولهما الشيخ علاوي محمد إمام مسجد إنوغيسن، ثم تأثر بشخصية أخرى ألا وهي الشيخ عمر دردور، وهو الباديسي الأوراسي الذي كان من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. اشتغل في التعليم بداية الثمانينات، فاتجه إلى قطاع الشؤون الدينية يشرف على أئمة المساجد تعليما وتوجيها وترشيدا، فكان أول مرة في التعليم بمعهد تمراس للإطارات الدينية معلما، ثم بدأ له أن يكون مشرفا وموجها كمدير للدراسات. هذه وثائق خاصة بشهادة عمله. ثم تقلد منصب نفسه في معهد سيدي عقبة، ثم تقلد منصب الإدارة مديرا للمعهد نفسه، حتى توجه بعد ذلك إلى معهد تيزي وزو، ثم ارتقى في مناصب التوجيه في التفتيش بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية باتنا، ثم توجه بعد ذلك إلى ولاية خنشلة مفتشا وموجها ومرشدا ثم رئيسا للمصلحة. هذا لا يظهر جيدا، هو عبارة عن فترات العمل من إلى بتواريخها. كان يهتم بإصلاح ذات البين منذ أن كان صغيرا، وكان يصحب أعيان مدينة إنوغيسن والشمول ودائرة الريس بصفة عامة، وأصبح فعلا يقوم بإصلاح ذات البين بين أعراش منطقة الأوراس عموما في بريكة وخنشلة تبسة وفي كل مكان. إضافة كان حريصا أيضا
أن ينظم كل سنة حفل اختتام في معهده، وكان يستدعي لهذا الحفل نخبة من المسؤولين ونخبة من العلماء من أجل أن يلم الشمل بين جميع الأطراف بين السياسيين والمصلحين. إضافة كان أيضا عضوا في البعثات الوطنية للحج عدة مرات، وكان ألقى كلمات في القناة الثقافية السعودية في الحج عام 2017، بمعنى أن هذا الرجل كان لديه أيضا صدى عالمي إسلامي، وكان حاضرا في معظم مجالس العزاء في السنوات الأخيرة. ما من شخصية تتوفى إلا ويلقي كلمات تأبينية على أرواح هؤلاء المصلحين الصادقين المجاهدين أو العلماء أو حتى بعض السياسيين. إن فقدك أيها الشيخ ترك فينا أثرا بالغا من الحزن والأسى، خسرتك الأمة الجزائرية والعربية، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إن لله وإن إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياهم الخالدين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. شكرا جزيلا على هذا التعريف الموجز، بارك الله فيك أستاذة. نرحب أيضا الآن بأستاذة الإعلامية الصحفية رقية الأحمر. مرحبا بك أستاذة رقية في هذه الجلسة الطيبة المباركة. نسيت أيضا أن أرحب بالأستاذة فاطمة يحيى باي أيضا إعلامية والأستاذة المتقاعدة، نتشرف أيضا بحضورها اليوم معنا، فلكم منا جميعا جزيل الشكر والعرفان. نبدأ بإعطاء الأساتذة كلمات، كل واحد وكلمته. أستاذ سي أحمد تفضل. أروح منا أستاذ، أروح منا. قول ولو كلمة، قول المهم. أيوة، احنا نذكر اليوم المرحوم، نذكره بكلمة طيبة وبدعاء أيضا جميل يستحق منا كل هذا. بسم الله والحمد لله. أحسن ندير لك هذا، احنا بحت تأكيدك تعرفه منيح خير منا احنا. الحمد لله نحمده. أيوة، ربي يبارك فيك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أرحب بإخواني هؤلاء الحضور ترحيبا يعجز لسانا عن وصفه، وهذا إن دل على شيء ما يدل على المحبة والوفاء رحمه الله. معليش يا شيخ، معليش بالعقل المركين، ربي يرحمه على كل حال. و رحمه الله رحمة واسعة أستاذ أحمد والشيخ أحمد، على كل حال لا يزال متأثرا بوفاة شقيقه سي محمد الشريف، فهو فعلا قام يتأثر كل من يعرفه، فله منا دائما الدعاء من الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. ننتقل ربما إلى أخيه السي الشافعي، ولو كلمة. ربي يبارك فيك إن شاء الله، ربي يحفظك. نروح لسي عبد اللطيف، أروح منا. هذا ابن المرحوم سي محمد الشريف، أكيد على كل حال يعرفه أعز المعرفة، وله ما يقول بهذه المناسبة. الله يبارك فيك إن شاء الله. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بهذه الضيوف، نحترم حضوركم. والوالد رحمة الله عليه كان رجل في القمة، وإنسان خدوم ويحب
ويحب الوطن ويحب العمل ويحب دينه، رغم أن على كل الظروف اللي كان يعيش فيها في من بداية مشواره وارواح. يعني احنا كبرنا معاه في أجواء يعني الحمد لله على كل حال، رغم كل شيء الحمد لله. وانا كي شفت حياته واموره والناس كيفاه، يعني الانسان اللي يتعلم ويقرا ويمشي ويسخر روحه للناس، ربي سبحانه يرفعه ويسخر له ناس لي يعني يعطوه مكانته في الله. ونشكر العائله الكريمه اللي من خاوته والخوالي كل اللي وقفوا معانا وصحابه على كل حال، ربي يرحمه ان شاء الله في الفردوس، وان شاء الله يكون مثال، هذا مثال لينا احنا والناس كل تمشي على هذا المنهج ده، انها تسخر روحها للناس والدين والعلم، ربي يرحمه. امين يا الله يجزيك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيد اللطيف، ربي يتقبل منكم ان شاء الله، وتكونوا دائما اوفياء لهذا الرجل العظيم سي محمد الشريف رحمه الله رحمة واسعة. احنا لما التحقنا بالجامعة وجدناه أمامنا على كل حال في بداية الثمانينات ناشطا كعادته ومدرسا وخطيبا في الإقامة الجامعية عمار عاشوري، فعرفناه في تلك الظروف وفي تلك الفترة من المرحلة الجامعية، فله دائما كل الرحمة والمغفرة. الكلمة للأستاذ الدكتور الجودي مرداسي فليتفضل. الأستاذ الجودي، الأستاذ الدكتور سي الجودي مرداسي، أحد المقربين جدا من الأستاذ المرحوم سي محمد الشريف، كان زميلا له لفترات طويلة على كل حال، فنتشرف بحضوره اليوم معنا بهذا الفضاء. الأستاذ الجودي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحضور الكريم كل باسمه وبمقامه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر الصاهرين والمساهمين في تنظيم هذه الجلسة الطيبة، جلسة إحياء للذكرى الرابعة لوفاة الأستاذ المربي والمصلح الأديب الشيخ محمد شريف مغامي رحمه الله رحمة واسعة. وأخص بالشكر محمد بن عبد الله الذي يدير مكتبة الإحسان بولاية باتنا الجمهورية الجزائرية على هذه المبادرة القيمة، والشكر موصول للأستاذ الفاضل الدكتور سعود بن موسى فلوسي الذي له الفضل الكبير في جمع مقالاتي وشهادات وآثار الأستاذ محمد شريف بغامي في هذا الكتاب الإلكتروني، والذي نرجو أن يصبح ورقيا مستقبلا إن شاء الله. الحقيقة سي محمد شريف بغامي، هل نتحدث عنه كتلميذ أم الطالب الجامعي أم الإداري المحنك أم الداعية
والمصلح أم الأديب؟ الحقيقة لا تكفيه هذه الدقائق للحديث عنه وحوله في الحقيقة، لأنني بلغت عن هذا اللقاء في اللحظات الأخيرة، ولكن سأقول ما علق في ذهني من مواقف وشهادات، وذلك بالعودة إلى ما كتبته ذات يوم عبر وسائل الاتصال أو التواصل، ما يعرف الآن بالفيسبوك، كما هو مسجل في هذا الكتاب الإلكتروني. قلت كتبت كلمة في وداع الشيخ محمد البشير، محمد الشيخ محمد شريف بغامي رحمه الله. قلت إنه الشيخ محمد شريف بغامي الذي يعد قامة من القامات وهامة من الهامات، الذي ودعناه ذات يومين السبت 13 جويلية 2019 إلى بارئها الأعلى. الشيخ محمد شريف من أعلام ولاية باتنا، هو المربي الداعية المصلح وأحد فرسان الإسلام الخيرين، كان يعيش قضايا أمته، يعد واحدا من رجال الدعوة المميزين، كان خطيبا مفوها يتمتع بفصاحة اللغوي العارف العالم، شخصية فذة كان لها بالغ الأثر في الحياة الاجتماعية والدينية والأكاديمية، وكان صفحة ناصعة من صفحات عرش بن مسلمان، حيث كان دائم الحضور في مجالس الصلح وإصلاح ذات البين أينما وجد وحل وحضر حلة النزاعات والشقاقات. يسجل للشيخ دوره الكبير في مواقفه الوطنية وجهوده في خدمة الوطن والأمة أثناء توليه مختلف المناصب التي تقلدها خلال سنوات عمره، تحمل مسؤوليات ثقال في التعليم والتكوين، يربي الشباب ويغذي الجيل. أشهد أن الرجل من خيرة طلبة الجامعة خلال تواجده فيها، كلية الآداب واللغات جامعة باتنا في منتصف الثمانينات، ويعد من الجيل الذهبي. الجيل الذهبي في الحقيقة في ذلك الوقت كان طلبة ممثلين في كثير من طلبة، من بينهم سليمان بخليلي وغيره، سليمان بخليلي وعز الدين ميهوبي وغيره من الطلبة المميزين في ذلك الوقت، حيث درسته في مادة فقه اللغة، تعلم منا وتعلمنا منه، يعني لم أكن أنا كأستاذ من أساتذته، ولكن أستاذه وتعلمت منه أيضا. يمتلك فن الخطابة والفصاحة، يتصف بصفات الخطيب المتميز، يحفظ دواوين شعرية عدة، منها ديوان لمصطلح الغماري، هذا ديوان لمصطلح الغماري تقريبا يحفظ مصطفى غماري يحفظ كله، وكتب آثار البشير الإبراهيمي، وتاريخ الأدب لمصطفى صادق الرافعي، وآثار عبد الحميد بن باديس، وكثير من الدواوين والمتون والأشعار وغيرها كثير. نجح في مسابقة الماجستير مرات عدة، ولم يلتحق لاستكمال الدكتوراه بالجامعة، ففضل تكوين الرجال وتقديم الرسالة، بمعنى الذي ينجح في ذلك الوقت في مسابقة الماجستير بمثابة الدكتوراه الآن. من الرعيل الأول الذين عايشوا الجامعة عن قرب من حيث الصراع الفكري والأيديولوجي، وأنتم تعرفون الصراع الفكري والأيديولوجي الذي نلحظه في الثمانينات، هناك صراع فكري كبير جداً
حتى أن هناك من نصفهم بالحمر وبال يعني هؤلاء الروس كما هو معروف لينين وغيرهم وغيرهم من الذين نعدهم من اليساريين. سلام عليكم. قلت من الرعيل الأول الذين عايشوا الجامعة عن قرب من حيث الصراع الفكري والأيديولوجي، وهناك سقلت مواهبه. وفي الحقيقة محمد شريف بغامي هذه الاستفادة الإدارية التي استفاد منها بدأها من الجامعة، والصراع الذي عايشه في الجامعة، لأن هناك طلبة ينتمون إلى اليسار، ينتمون إلى الجانب الإيديولوجي، الفكر الإيديولوجي، الفكر الشيوعي وغيرها وغيرها من القضايا التي كنا يعني نعايشها إن صح التعبير، وبخاصة لما كنا في حي 1500 طلبة الجامعة وما عرفوا الآن بالعرقوب. إنه مدرسة من مدارس الشيخ عمر دردور حيث تأثر به كثيرا، وقد قدم مداخلة حوله، أي حول الشيخ دردور في هذه المكتبة، وأنا كنت من الحاضرين في هذه المكتبة، مكتبة الإحسان، وأيضا أيام دراسية، قدم أيام دراسية أخرى في كلية الشريعة. شارك وساهم في تقديم الكثير من الندوات والمحاضرات والدروس المسجدية، يملأ مقامه بالعلم والمعرفة. مكانته الثقافية والأدبية تتعدى حدود الوطن الجزائري إلى البلاد العربية والإسلامية، ومداخلته في قناة الثقافة السعودية في برنامج من كل فج عميق يوم 30/2017 خير دليل، فكان نعم الخطيب ونعم السفير. إنك اليوم أيها الإنسان مودع أخاك أو عزيزك، واليوم أو غدا سيودعك غيرك. ذلك ما وقفنا عنده مع الشيخ محمد شريف بغامي، حيث بالأمس القريب أبن الكثير من الإخوة، منهم إبراهيم خبزقة والأزهر مختاري وبالقاسم منصوري وأحمد قادة وغيرهم رحمهم الله، وها هو اليوم يؤبن ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. محمد شريف بغامي يمتلك ناصية اللغة العربية والفرنسية والأمازيغية وفن الخطابة. يحمل مشروع الكتابة حول سيرة الشهداء والمجاهدين والمصلحين، كان هدفه هو الكتابة عن المجاهدين والمصلحين بشكل عام عبر الأوراس. من الأوائل الذين فكروا في إنشاء جمعية خاصة بالمثقفين لعرش بن مسلمان، أول من وظف الوظيفة الدلالية لصوت أو لحرف التاء المربوطة والتاء المفتوحة في الكلمات التأبينية، حيث الحياة بالتاء المربوطة يعني من الأوائل الذين حللوا هذه الكلمة في كلماته التأبينية، حيث الحياة بالتاء المربوطة تدل على محدودية الحياة الدنيا، أما الموت بالتاء المفتوحة فتدل على الحياة الممدودة والخلود. كانت بيني وبينه مكاتبات ولقاءات، ففي السنوات الأخيرة من حياته ولما انتشرت وسائل الاتصال والتواصل منها الفيسبوك، كان يذكرني يوميا بالدعاء أو بالحديث أو بآية قرآنية أو بحكمة من الحكم. فكرة أخرى، كونه من المطوفين والمرشدين في بعثات الحج مرات عدة، كان يشكو من تصرفات بعض الحجاج الجزائريين، حيث اقترح رسكلتهم وتكوينهم قبل قصدهم البقاع المقدسة. ذلك ما وقفت عليه أنا شخصيا هذه السنة في الحاج الجزائري في حاجة إلى رسكلة وتكوين مرة أخرى. في إطار النشاطات العلمية كان يستضيف من حين لآخر أستاذا من الأساتذة ليقدم محاضرة لطلبة المعهد في مختلف التخصصات، وقد استضافنا مرة أنا والدكتور محمد حجازي
وقدمنا محاضرتين في صناعة المعاجم وتحقيق المخطوطات. أشهد أن محمد الشريف بغامي من الذين اقترحوا تسمية جامعة بات نثين باسم الشيخ محمد الشيخ عمر دردور رحمه الله، يعني من الأوائل الذين اقترحوا تسمية جامعة فيز دي سنين باسم الشيخ عمر دردور رحمه الله، وذلك قبل تسميتها باسم مصطفى بن مولين. ونحن نقترح تسمية مسجد من المساجد أو مؤسسة من المؤسسات باسم الشيخ محمد الشريف بغامي. أزعم أنني والأخ عمار زرقين رحمهم الله آخر من زاره بالمعهد قبل نقله إلى المستشفى. صلينا صلاة العصر بالمسجد في المسجد القريب، ثم طاف بنا بالمعهد كعادته، أي زائر يزور المعهد إلا وطاف به أروقة المعهد. قلت طاف بنا بالمعهد وأوصى بإنجاز وتكملة البئر التابع للمعهد، وهذا يحضرني فحوى الحديث، وهنا يحضرني فحوى الحديث الشريف: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذه هي الدنيا، يمر الرجال ويبقى الأثر الطيب والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياه من الخالدين في الفردوس الأعلى، من النبيين والصديق مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الله فيك أستاذ جودي، ربي يحفظك وبيقبل منك إن شاء الله هذا الجهد وهذا. شكرا، نبارك فيك. بالمناسبة الأستاذ جودي على كل حال وفقه الله عز وجل زيارة البقاع المقدسة هذا العام، يعني عاد إلى الوطن منذ أيام قليلة فقط، فتقبل الله منه حجه وسعيه وغفر ذنبه. بارك الله فيك، الله يجزيك إن شاء الله. مشكور على هذه الكلمة وعلى هذا التعريف، تقبل الله منك. كما نرحب بأستاذ صالح سعودي الذي التحق بنا اللحظة ورفيقه على كل حال. الاسم أستاذ كيف الاسم؟ رشيد صوالحي. رشيد صوالحي، الله مرحبا بك أستاذ، مرحبا بك، ربي يبارك فيك. ما شاء الله ربي يبارك فيك. راك مبرمجين معنا بكلمات بعد قليل على كل حال. الكلمة الموالية للأستاذ سليمان مرداسي، مرحبا بك أستاذ، مرحبا بك. أكيد أكيد راك من معارف أيضا سي محمد الشريف، شرفنا بكلمة. مرحبا بك، مرحبا. أروح منا بركم بعد يقول ولو كلمة، معليش. مناسبة طيبة تستحق منا كل التذكر والتذكير بمناقب هذا الرجل العظيم. مرحبا بك أستاذ، الله يبارك فيك، فرصة طيبة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الجلسة المباركة نرحب بضيوفنا الكرام بهذه المناسبة
ذكرى حول وفاة شيخنا العظيم محمد الشريف بغامي الذي هو غني عن التعريف على كل. والله يعجز اللسان على ما نقوله عليه، رحمة الله عليه. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه. اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأدخله الجنة يا رب العالمين. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم أعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم آمين 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 يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك، الله يجزيك إن شاء الله، رب يتقبل منك ورب يحفظك أستاذ. أبلغكم تحيات على كل حال بعض الأساتذة الذين لم يتمكنوا من الحضور. كان مقررا أن يتواجدوا معنا في هذه الجلسة الأستاذ دكتور الشيخ شهر الدين قالة، اعتذر آخر لحظة لسفرنا اليوم بسبب مرضه، وأيضا الأستاذ سي أحمد أو محمد زردومي من قسنطينة كان بوده الحضور لكنه تعذر عليه أيضا، فلهم منا جميعا دائما كل الشكر والتقدير على اهتمامهم وعلى تواصلهم، فيبلغونكم على كل حال تحياتهم، فبارك الله فيه. الكلمة للأستاذ الدكتور حواس فليتفضل. الدكتور أحد زملاء سي محمد الشريف بغامي في معهد تكوين الأئمة بزنة البيضاء، تفضل أستاذ. شوف أنت واش عندك، واش تقدر تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باعتباري كنت أستاذا مع الشيخ محمد الشريف بغامي رحمه الله، أريد أن أحدثكم عن يوم في حياة الشيخ محمد الشريف بغامي كمدير للمعهد. يوم الشيخ محمد الشريف بغامي عليه رحمة الله يتميز بمعايير جودة المدير المتميز. الشيخ بغامي عليه رحمة الله من طبعه أن يكون متميزا، ومن طبعه أن يكسر المألوفات والعوائد الروتينية، لذلك كان دائما يقول ويردد عبارة التمييز: معهدنا متميز، طلبتنا متميزون، أساتذتنا متميزون. ولما يقول معهدنا متميز، متميز باعتبار أن الشيخ محمد الشريف بغامي هو الذي افتتحه، ولما يقول أن الأساتذة متميزون لأن محمد الشريف بغامي هو الذي انتقاهم وهو الذي سعى في تكوينهم وتطويرهم، ولما يقول طلبتنا متميزون لأن محمد الشريف بغامي هو الذي ينتقيهم بعناية ويكونهم بعناية عليه رحمة الله. يبدأ يوم محمد الشريف بغامي عليه رحمة الله بصلاة الصبح. نتكلم هذا الكلام لما كان الشيخ بغامي عليه رحمة الله كان صحيح ولم يلم به المرض، في بدايات سير المعهد عليه رحمة الله، لما كان قويا كان عليه رحمة الله يستيقظ قبل صلاة الصبح، يعني يستيقظ عند الأذان أو قبيل الأذان، ربما يستيقظ عند الأذان الأول، وين يروح؟ يلبس قشه ويتوضأ، يروح للمراقد
يروح للمراقد يشعل الضوء على الطلبة وينوض الطلبة. وحتى الطالب اللي يكون النوم نتاعو ثقيل يهزلو على راسه ويقول له نوضة ولدي، ومن بعد يصلي بهم في المسجد، يصلي بهم في المسجد يتفقدهم بالواحد، يعني عنده ذاكرة سبحان الله العظيم، الطلبة يعرفهم بالواحد، ولما يشوف هكذا في المسجد يسكانيهم وش كل ناض وش كل ما ناضش. على الساعة الثامنة هذاك اللي ما ناضش للصبح يجيه استفسار، أجيب عن استفسار الثاني عدم قيامكم لصلاة الصبح. هكذا. وشوف هذا العملية يديرها بشكل يومي دون كلل وملل. والطلبة ثم بعد ذلك عليه رحمة الله يرجع الطلبة، وربما يجي للمطعم والطلبة يفطروا وهو يتفقدهم تراه فطروا مليح ما فطروش، ثم يرجع إلى البيت نتاعو ينحي اللبسة نتاع المسجد، لأنه يروح المسجد يلبس القميص نتاع الجزائر وغير ذلك، يصلي مع الطلبة ويرجع للمسجد. لما يرجع للمسجد يلبس اللباس الرسمي نتاعو، أي يرجع للبيت يلبس اللباس الرسمي نتاعو. الشيخ محمد شريف بغامي ولدت يعرفوه، ماهوش بذلك الرجل الغني اللي عنده البدلات بزاف ولا عنده الأحذية بزاف. ربما الشيخ بغامي عليه رحمة الله عنده قميص ولا زوج، وعنده كوستيم ولا زوج، مثلا عنده زوج كيسمات تاع الشتاء ولا كوستيم ولا زوج نتاع الصيف. بصح محمد شريف بغامي رغم البساطة نتاع اللباس نتاعو دائما أنيق، وعمره في محمد شريف بغامي ولا خرج من البيت نتاعو وتقدر تنتقده في شيء من هندامه، لأنه متمكن من الهندام نتاعو جيدا عليه رحمة الله. لذلك كانت له الجدارة وكانت له الشجاعة أن ينتقد أي أستاذ في هندامه وينتقد أي طالب في هندامه عليه رحمة الله. وكان عنده واحد الذكاء رحمه الله، لما مثلا يجي أستاذ، لأنه الأستاذ يحترمهم وما يقدرش يواجههم، يتعامل معهم بالخزرة. الشيخ بعغامي لما يشوف الكيكي لك تراش يشوف تراه يقول لك مثلا قال ما عجبتوش القمة الجاية، يقول لك دير القشمة تاعك في السرواد وكذا. والله حتى انه دار مرآة في الباب تاع المدخل تاع المعهد اذا كان شفتوه. هذيك المرآة دارها خصيصا لانه الاساتذة يدخلوا من ثم، الاستاذ قبل ما يروح للطلبة يشوف روحه حتى في المرايا، يشوف روحه في المرايا. وحتى انه نشفان لبس واحد الكاكول هكذا وما عجبتوش الشيخ بغامي رحمه الله، قال الاستاذ يجيب الكاكول يقول لي بالشاويه يكفي لاصق شابي. وكان واحد الاستاذ يلبس في الصيف في الشتاء يلبس قشابيه، والقشابيه نتاعو شطره بزاف، يقارس الشيخ علي هو اللي تسال فيه. يعني قصدو ان القشابيه نتاعو ما عجبتوش ان الاستاذ تكون القشابيه نتاعو سابغه. واحيانا لما يبغي مره الرساله الاستاذ يحترمه ما يروحلوش مباشره، يروح ينتقدو عن طريق زملاء، مش قضية الغيبة، يقول له مثلا واحد يلبس كالاديانة هذيك بيجي يقرب بها، يقول له سيدي والله غير الأساتذة يسلكوا على الكيف ويجينوا بالكالاديانات. وأحيانا في وجهك يبغي يوجه لك رسالة، مثلا أنت يا ماكش عندك بدلة مليحة وكذا، والآخر يوجهه يقول له أنت فلان أنت يا أخي تسلك على الكيف وكذا وعلى ما تلبس ما تشريش بدلة مليحة. هو ما يقصد هذاك الشخص، يقصدك أنت باش تفهم. عنده طريقة. حتى أنه لما يغيب أستاذ وكذا يسقسيه يقول له ما جيت الباح لعل خير ولا غبت ولا ما يقولوش غبت، يقول له ما شفتك في البارح يا خيرك لباس وليداتك لباس وكذا. هو موش به يعني باش يطمئن على الأولاد، لأنه بالنسبة إليه أولادته مفرط فيهم، يبيه المصلحة نتاع المعهد، قال خلي كلش لمصلحتي المعهد. يعني لما يقول لك واش راه وليداتك لاباس والبارح ما شفتكش وكذا، راه يقول له خليك من الاولاد وخليك من الدار، اهتم بالمعهد. الشيخ بغامي رحمه الله لما يجي قبل الثامنه، يعني قبل الثامنه ممكن ما يجيش السبعه ونص، بصح تاكد تماما باللي السبعه وتسعه وخمسين الشيخ بغامي يكون يدور قدام الاقسام، لانه السبعه وتسعه وخمسين كي تولي الثمانية
تجيب عند الشيخ بغامي راك روتار. والشيخ بغامي رحمه الله كان يكسر حتى اللوائح والأنظمة والقوانين ولا يبالي من أجل حاجة في نفسه وهي حاجة التمييز. قال المعهد عنده قانون داخلي في به هو يكسر ذلك القانون. ومن بين الأمور اللي راح يتميز بها أن المعاهد كمؤسسات وطنية كما الجامعة ما فيها افتحية العالم كما المدرسة يعلق العالم الوطني في المدخل وخلاص. الشيخ بغامي يخطط سنوات، ومن بعد في سنة من السنوات دار النشيد الوطني للطلبة صباحا، أنه نهار لحد الصباح يبدأوا الطلبة بالنشيد الوطني، وما يفرطش الجماعة في النشيد الوطني حتى ولو الثلج يصب. قال لي وقفهم في الثلج هذاك ويصب عليهم، يا قال لهم باش يذوقوا المجاهدين واش كان يعاني والجبال في الثلج. شوف تحية العالم بالنسبة إليه أمر كبير، ولعله عنده ديما أهداف وعنده مقاصد. تعرفوا الشيخ محمد الشريف بغامي رحمه الله عاش فترة التسعينات وكذا، وكل الناس بزاف اللي عاشوها، بس هو تضر بها بزاف، حب يرد على الناس اللي زايدوا عليه في الوطنية. قال رغم الظروف اللي عشناها ورغم ما اتهموا فينا، بصح ما تقدروش تزايدوا علينا في الوطنية، بحيث أنه المعهد الوحيد في على مستوى الوطني كان 11 معهد ولا 10 اللي عنده النشيد الوطني بالمقاطع نتاعو الخمسة، ودار له سيستم شوف وللنظام نتاعو. تخيلوا الجماعة هذه تبان أمر تافه جدا، العالم الوطني داير له روزنامة سنوية، كل حد يطلعوه زوج، وكل خميس ينزلوه زوج وبالروزنامة. ولو كان هذاك الطالب اللي ما طلعش العالم الوطني وما يطلعش العالم الوطني يجي استفسار قال ما قمت بالتكليف نتاعك، وأثناء العالم الوطني تبع الطلبة استعد انت ونحيا وليدي يديك من الجيوب وكذا، حتى أدق التفاصيل أنه يوقف عند العالم الوطني. قلنا يفطر الصباح، والصباح يجي على 7:59 على أقصى تقدير باش يشوف تراه الأساتذة جاوا في الوقت ولا لا، ويشوف تراه الطلبة جاوا في الوقت ولا لا، ويتبع الطلبة ويدخل الأقسام. وأحيانا يلقى الأقسام ماشي نظيفة، والله يلقى السلة هذيك الطلبة هما اللي ملاوها بالنفايات، البوبلين تاع القهوة وكذا. ساعات باش يعلمهم النظام ويعلمهم المحافظة على البيئة، يهز الشيخ بغامي رحمه الله السلة هذيك ويحطها في السلة اللي حطها ثم قدام الأقسام باش يحطوا فيها النفي، يهزها بيده عليه رحمة الله. يدخل أول ما يتوله الهندام تاع الطلبة، قبل هندام الطلبة حافظهم بالواحد، يشوف قال انتم فلان وراه وفلان وراه وفلان وراه، ومن بعد قال يتفقدهم شكون اللي حاضر وشكون اللي غايب. يشوف تراه قال ولدي دير التقية نتاعك، يعني الهندام نتاع التقية بالنسبة للطالب عنده شيء أساسي جدا. الطالب نتاعنا ما كانش طالب ملتزم بالتقية كما هم، دير التقية نتاعك وجب التقية نتاعك، حتى أنه بعض الطلبة يعطي التقية نتاعه عليه رحمة الله. قال انت يا القميص نتاعك ما يقبلش مثلا واحد يجيه بغير الحذاء، حتى الحذاء يشرط حذاء يكون يليق بهندام الطالب، يقول ولدي انت يجي الرياضة ما تلبسليش الحذاء الرياضي. ويدور هكذا احيانا عنده طريقة في مراقبة حتى الأساتذة، مراقبة الأساتذة مثلا لو دخلوا الطلبة ويشوف تراه الأساتذة تراش يكتبوا في السبورة والله ما يكتبوش، راهم يقريوا واقفين والله يقريوا جالسين. أحيانا ندير عملية مداهمة، مثلا يجي ضيف مثل هذه الوجوه يقول له هيا نظروا على مرافق المعهد، وهو تقريب يومي عند الضيوف، أهاه يوقف لك ضيف جديد، هذا ضيف وجانا وزور المعهد، ويستغل وجود الضيف هذاك باش يدير دورية على الأساتذة ويكتشف. وما المهم يتوله أول ما يجي يتوله طرف السبورة، هل درت الإجراءات البيداغوجية، راك كتبت التاريخ والمادة وكتبت العناصر، ويشوف السبورة طرح مليانة ولا مش مليانة، ويدخل عليك بغتة يشوفك طرح واقف ولا قاعد، ويلقى الشباب قاعد يقولهم توما شباب وقاعدين، يقولهم راني أنا على مشارف الستين ومازل واقف ومازل ندور. إذن يدير مداهمة. ثم عنده قبل الكاميرات كاين عنده المكتب نتاعو شفتوه مقابل الاقسام، كي تقعد في المكتب مقابل الاقسام كاين زوج نوافذ نتاع الخشب والزجاج نتاعهم
من زوجه الحرش هذاك اللي ما يبينش. المهم دار الشيخ بغامي دائما يطور، طور النوافذ ودار النوافذ نتاع الالومنيوم ودار الزجاج نتاعهم فيني، دارهم فيني بحيث انه لما يوقف في المكتب هو مرتفع انه يراقب كل كبيره وصغيره، يشوف اللي جا في الوقت اللي ما جاش وطرح الطالب اللي يخرج ولا ما يخرجش، والمهم ويتولى. احيانا يضروا قلبه بزاف، يشوف واحد خرج بزاف يحل الطاقه ويعيط له يقول له ولدي ولي القسم تاعي. ومن بعد زاد طورها اكثر، ولا المعهد في زانه ولاد سبع جماعه في منطقه نائيه، وتخيلوا في منطقه نائيه مجهز بكاميرات مراقبه في جميع المناطق الحساسه، حتى موجه الاقسام، موجه الاداره، موجه حتى لبرا العمال المهنيين واش يخدموا. المهم وهذاك يعني يتبع كل صغيره في المكتب تاعو، دار شاشه اذا كان شفتوها كبيره يتبع كلش، وحياتي يشوف واحد طرا واش راه يدير، يجيب التليكوموند نتاع الشاشه هذيك ويكبرها ويشوف طرا احيانا، ومن خلالها يدير الاستفسارات للطلبه ويمكن يوجه ملاحظات لبعض الاساتذه. حتى انه مره شاف عامل يخدم شويه مريض هكذا، شافه كان يخدم ومن بعد قعد، ولا عيط له بالتليفون قال له السعيد ما تخدم، هذه تولى فيه في الكاميرا. واكثر من هذا دار كاميرات متطوره مجهزه بالانترنت، لابليكاسيون تاع التليفون راهو مسافر وراه يتبع في المعهد عن بعد، ترى واش كل يدخل واش كل يخرج. سبحان الله العظيم، يعني المعهد بالنسبه للشيخ بغامي راهو كيما واحد دخل في دار دخل للصالو. احيانا هو عايش في المكتب عليه رحمه الله، عايش في المكتب هاو في يخلص الدوام، وكي يخلص الدوام تاعو هاو يتبع في الاساتذه، يتبع في الطلبه، يوصل وقت الغداء يروح للمطعم يتبع ثلاث طلبه وينظمهم ويدخلهم ويتبعهم ويهدر معاهم، يجمع بين الصرامه واللطافه ويذوق الماكله. ثم بعد ذلك يولي يجي ياكل مع الاساتذه، على الاول كان يتفاهم معاهم مليح، ومن بعد ولاو شويه بعض الامور راك تعرفوا بين الاداريين والاساتذه والمدراء. المهم على الاول كان ياكل معانا والطابله هذيك نتاع الماكله يستغلها، لانه موش قاعد في الاداره، يستغل وقت الغداء هذاك يجتمع مع الاساتذه ويتناقشوا في بعض الانشغالات ويبرمجوا بعض الامور، ومن بعد يروح للدار ممكن يقيل شويه ولا ما يقيلش، ويزيد يروح للظهر ويرجع بعد الظهر، لانه حنا يبداو نخدموا بعد الظهر، نخدموا على الوحده ونص. الشيخ بغامي رحمه الله ال 12 و 29 لازم يكون واقف ثم يشوف الطلبه لازم يدخلوا في الوقت والاساتذه لازم يدخلوا في الوقت، ويسجل الملاحظات بعد ذلك في مجالس الاقسام، راكم تخليوا في الطلبه يجوا متاخرين والله انتم تجوا متاخرين والله غير ذلك. ومن بعد يدخل الى الدوام نتاعو، يبقى حتى للربعه ونص احيانا، واحيانا يبقى على الثلاثه. كي يبقى على الثلاثه راهو عنده عماله ولا عنده عمل عند المراقب المالي والله يجي لباتنا. علاه يبقى حتى الثلاثه؟ لانه مش مطمئن، خايف المعهد اللي يتسيب، حتى ولو عنده خدمه تخلص على الربعه ونص يولي هو يطلع على الثلاثه. تخيلوا على الثلاثه ربما يجي لباتنا على الربعه وخمسة وعشرين، يعني تبقى خمس دقائق ويقول شيفو رزرب ورا علينا الحال، وربما يتصل بالمصالح بالهاتف قال استناونا رانا قريب نلحقوا. كل هذا سعي منه عليه رحمه الله انه يبقى مراقب، ولانه الحياه تعلمات وصارت له امور وغير ذلك ما يقبل حتى واحد. ظل لسنوات الشيخ محمد شريف بغامي الى غايه بدود 2018 ولا 2019 هو الرجل الوحيد المسير عليه رحمه الله، ما عنده لا نواب لا رؤساء المصالح لا والو، لانه هو بقى خايف لا يديروا له انقلاب وكذا، لانه كاين بعض الناس حابين يديروا الانقلاب عليه رحمه الله، مثلا بعض الاساتذه حابين يحولوا للمعهد تعزانه على اساس محمد شريف بغامي لعود ما يقبلولوش الملف نتاعو الهيت في الامنيين ولا غير ذلك. قال لي صبحوا هما حاكم شادين الاداره، بصح فقلهم عليه رحمه الله ما قبل لهمش التحويل، لذلك عليه رحمه الله كان ينتقي الاساتذه بعنايه. بزاف الاساتذه داروا لطلبه التحويل، وبزاف الاساتذه داروا لطلبات باش يقريو، بصح دائما يديروا له الملف نتاعو يديروا له الدراسه. ويرضى الشيخ بغامي انه منصب عمل يبقى ما يقراوش الطلبه خير ما يجيب هو كما يقول هو يجيب المشوشين،
لانه عاش بزاف مع المشوشين وبزاف مع المثبتين. الشيخ بغامي اذا عنده هذه نتاع التمييز، يبغي يتميز في كل شيء، يعني في هندامه، في مراقبته، في طلبته، في اساتذته، حتى انه من التمييز نتاعه عليها رحمه الله انه هذه ما كانش حتى في معهد، دار ما يسمى بالمسجد التطبيقي. هذا المسجد التطبيقي هذا لا وجود له في القانون طول. المعاهد عندها مصليات للداخل يصلي الطلبة ويدرب فيها، بس هو كان مسجد رسمي وكان عنده إمام ما عجبلوش، دار به تقارير الشؤون الدينية، راهو ما يصليش، راهو يتملص جماعة أضرار، نحاه. وكي نحاه قال الشؤون الدينية انتم واش نديروا بالإمام، احنا يرانا عندنا 100 إمام، خليوني أنا نتكفل بالجامع، أنا نبرمج الطلبة. وبرمج فعلا، دار لهم روزنامة كل سمانة زوج طلبة، واحد يذن واحد يصلي بالناس الصلاوات الخمس، وربما هذاك راه يدير الجمعات ويدير الدرس، ودار لهم رزنام تاع الدروس. واش يدير؟ او يتبع ويتبعهم اللي غاب واللي مغابش وكذا. من بعد هذاك اللي يدير الجمعه يقول له شوف، يقول له من الشروط انك لازم تجيب لي المراجع اللي درت بهم الخطبه، وتجيب لي الخطبه نتاعك مكتوبه، ومن بعد ما يلقيها، ومن بعد يجيبها له الشيخ بغامي. هو مدير واش دخله في الخدمه هذه، تلقاه رغم الاشكال نتاعو وحط الخطبه قدامه ويصحح فيها وبستيل الاحمر يردها له حمراء كامل. ومن بعد واش يدير؟ نهار الحد كيجيو الطلبه بين المغرب والعشاء يجيب الكاميرا كيما هذه ويبدا ينعت، يدير الكاميرا يعرضها ويشرح الخطبه هذيك، ويجيب دارهم السبوره والجامع ويشرح، قالها واش درت خطا، هذا واش درت منها. وكل حد ولا نشاط. حتى جماعه القريه هذيك تاع زانه ولا تبع ولاو متشوقين لهذاك اليوم تاع الشيخ بغامي. يتبان لهم شغل حتى ما فاهم فيها والو، يتبان لي راه يتفرج في ماتش ولا حاجه، قال يشوف الشيخ بغامي كيفاه ينتقد وكيفاه منا. عنده ايضا الحزب الراتب في المعاهد نتاع الشؤون الدينيه، الحزب الراتب كل يوم يقراو حزب جماعه. شوف الحزب الراتب هذا ندير له مشرف يقوم عليه ويهز سجل ويهز الغيابات، والشيخ بغامي عليه رحمة الله يحضر معهم الحزب الراتب، وتخيلوا يراقب الطلبة مش غير وشكون اللي حاضر ولا شكون ما حضرش، يشوف يقول له انت يا راك دخلت متأخر على الحزب الراتب، يعني شفتك تأخرت وكذا. ومن بعد يتبعهم ويدير له استفسار، يقول له انت يا راني نشوف فيك راك قاعد برك ماكش راك تقرا، راك تمتم برك ماكش راك تقرا. اذا هذا النشاط كامل تاع الشيخ بغامي، لما يخرج على 4:30 ينحي الكوستيم نتاعو ويلبس اللباس الهندام العادي. علاه الهندام العادي؟ ربما عيطوا له ويدير محاضره في مسجد، ربما مجلس صلح، ربما جنازه، ربما يروح العرس، ربما عنده زياره عائليه. النهار تاع الشيخ بغامي ما عندوش حدود، هو ينوض الصبح بصح قادر العائله نتاعو اهملها، قال راح يزور ولده ولا وليداته كاينين، قال يصلي الساعه العشاء ويتبع طرح الطلبة، وبعد ذلك يروح يزور الأقارب بعد العشاء. من بعد في الليل ما عرف يروح على 12 تاع الليل، 12 تاع الوحدة، والله يقول لك أنا البارح والله ما رقدت خلاص. مرة راح نروحوا للجزائر، قال لي رانا نجيوك مثلا على 3 تاع الصباح نجيوك وتروح معانا. من بعد أنا وصلت ل 11 ولا 12 أو عيط للشيخ محمد شريف بغامي، قال لي ارقد في عقلك، خذ راحتك، جواه 6 ولا 7 رانا نجيك. علاه؟ هو راح ينوض على 3، ضرب على روحه لقى روحه 12 مازال ما رقدش، ومسكين وين يرقد؟ احيانا الرقاد نتاعي يرقد في السياره كي يمشي، يحط راسه هكذا ويرقد شويه هكذا وخلاص، هذيك هي الرقده نتاعو كي لما كان صحيح عليه رحمه الله. اذا النهار نتاع الشيخ بغامي يبدا من الصبح بصح وقتها ينتهي الله اعلم. هذا في نسبة التمييز. أما الطموح، الشيخ بغامي عليه رحمة الله عنده طموح كبير، وهذا طموح العلماء الشيخ الفردوسي. تلقى واحد بدأ عمل ولم يتمه، كما التفسير ولا شرح مسلم ولا البخاري، تلقاه وصل إلى كتاب كذا وانتهى. الشيخ بغامي كما يقولوا المصوى الحديد نتاعو ديما طالع ما يقصوش. شوف المعهد هذاك كان لا شيء، كان حيوط بصح مع المحسنين خارج الميزانية. الشيء اللي بناه الشيخ بغامي عند محسنين، تخيلوا المعهد ما كانش عنده الغازدوفيل، وسعالوا الشيخ بغامي وجاب له القرعه هذيك نتاع الغازدوفيل، ومن بعد لقى محسن الطلبه ساعات يبردوا، لقى القرعه هذيك نتاع الغاز للسمانه تخلص تتعمر بزوج ملايين ونص. الشيخ بغامي عليه رحمه الله دبر محسن تكفل له بتعمير قرعه الغاز حتى جاء الغازدوفيل زانه ولا سبع. اما الاطعام
طلبة يأكلوا من عند المحسنين، تقريب الميزانية تاعهم ما يقيساش. تخيلوا مرة جماعة عيد العين والمان جابوا لنا 7 سكايت، وحنا يا شامبر الفروة ما تكفيش، الشيخ بغامي ولا عطى 2 للمتوسطة من المتوسطات، جماعة التفاح يجيبوا التفاح، وهكذا كل مرة. علاه؟ لأنه الشيخ بغامي بفعل الجهود نتاعو يحتاجوه، باعتباره راه ناشط مع جمعية العلماء المسلمين، وجماعة خاصة فيما يتعلق بجمعية علماء المسلمين تاع الأوراس عيطوا دائما الشيخ بغامي. تسمى التكوين نتاعو والنشاط نتاعو عليه رحمة الله خلاه يوسع الدائرة مع المحسنين، وبقى المعهد كما حفل التخرج راه يسقام مثلا ب 100 مليون، وحفل التخرج هذاك ما عنده حتى بند في الميزانية، إلى درجة يحكي الشيخ رحمه الله قال له مدير التكوين راح ندير ملتقى للأساتذة وكذا بس ما عندي في الميزانية. قال له الشيخ بغامي ديروا عندي. قال له الشيخ بغامي انت تقدر ديروا عندك؟ قال له ما تحبوش تفهم، أروع عندي وأنا نقدر نكفل لك وزارة. مدير مركزي تاع الوزارة. مدير مركزي ما قدرش، ما عندوش الميزانية باش يدير ملتقى وطني للأساتذة، وحكاية الأساتذة نتاع المعهد 100 أستاذ. قال له الشيخ بغامي يرواح نديروا أديروا عندي وما تحبوش. أيضا الشيخ بغامي عليه رحمة الله من تميزه أنه تميز في الحركة الوطنية، في الشخصية الوطنية والإصلاحية والمجاهدين، إلى درجة جماعة عاد وزارة مديرية المجاهدين هاي الطبطب هنا ما عندها والو، ما عندها لا حضور لا والو، كي يبغيو يديروا نشاط ينسقوا مع محمد الشريف بغامي ويجيونا لهيت المعهد وينشطوا محمد الشريف بغامي لأنه مديرية المجاهدين. أي تعاظ المجاهدين بالك ما عندهاش حتى بس لك المقوى، والشيخ بغامي كما شفتوا أنه يعرضهم ويتكفلهم بكل شيء، يعني بمعنى يغديهم غداء 5 نجوم. مرة جينا لهنا المتحف المجاهدين، كان مدير المجاهدين وكان مدير المتحف، الشيخ بغامي دخل المتحف هذاك وينعتلنا بالحاجة وكأنه هو مرشد سياحي تاع المتحف. ومن بعد لما قاعد في المنصة كي يهضر الشيخ بغامي عياو يهضروا، قال لك احنا يا بالنسبة إلينا كيف تهضر الشيخ بغامي ما نقدروش نهضروا من ورائه، يتكلم ولا وكأنه هو المدير تاع المتحف، هو المدير تاع المجاهدين وهذوك غير أعوان برك. هذا من تميزه على رحمة الله. تخيلوا لتمكنه من الأدبي وتمكنه التاريخي وتمكنه في إلقاء الكلمات، كان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى حب يدير كلمة يمثل بها رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، بعث الشيخ بغامي قال والشيخ بغامي اكتب لي كلمة بالمناسبة، وكتبها له الشيخ بغامي بيده ويصحح وينقح، ومن بعد يديها الكاتب هذاك والإعلام العالي، ومن بعد يتبع بالحرف أو يكتبها بستيل بيده، ومن بعد يعطيها الكاتب، يكتب الكاتب يخلص يولي يراجعها، قال درت هذه يشوف حتى الشكل، طوط هذه رد هذه منه. شوف من تميزه عليه رحمة الله، يا شهادة تعمل ربما يصحها 2 مرات والله 3 باش تصح، بصح في النهاية الكاتبات هذوك تكونوا ولا يحروا الوثائق الإدارية. كلش عنده تميز، ما عندوش حاجة هذيك برك والله. شوف الشهادات نتاع الاستظهار ولا الشهادات نتاع التخرج ولا غير ذلك ما يرضاش يدير كارت عادي، والشيخ راه على باله يشري أجود أنواع الورق ويتبع ويصحح ونق عليه رحمة الله. شوف كي كان صحيح كل صغيرة وكبيرة بارك له ربي سبحانه وتعالى في العمر، أنه كل حاجة يتبعها عليه رحمة الله، يعني من ينوض الصباح هو يتبع في الطلبة وفي الأساتذة وفي المشاريع، وفي نفس الوقت يطور عليه رحمة الله. شوفوا من طموحه، ونختم بهذه ايش هي كليون؟ قال احنا عندنا فضاءات بزاف في المعهد نزيد ونطوروا فيه، نديروا مراقد ونديروا منتجعات، وربما نديروا منتجع سياحي، ربما نكريوه نحتاجوه نكريوه للسواح عليها رحمة الله. أما الطموح نتاعو الشخصي فلم ينتهي، ولكن لم يصل إلى طموح، هو كان يطمع عليها رحمة الله على الأقل يعطيله مدير شؤون دينية وخدمها بجدارة، وكان يستحقها وزيادة عليها رحمة الله، ولكن قدر الله ما شاء فعل، رحمه الله وأسكنه مسيح جنته. بارك الله فيك أستاذ، الله يجزيك بارك الله فيك. أنا استأذن في عندي ظروف. ربي يبارك فيك، ربي يحفظك، ونشكر لك أيضا هذه الشهادة المتميزة، شهادة فعلا، شهادة فعلا، الله يجزيك أستاذ بارك الله فيك، شهادة متميزة تعرفنا أكثر بهذه الشخصية الكبيرة سي محمد الشريف، ونشهد بأن
بهذا الحرص الشديد للأستاذ محمد شريف غامي استطاع أن يؤسس لمعهد وطني تكون العيمة في المنطقة من لا شيء، كما يرددها دائما في كل زيارة لمكتبة الإحسان، يقول راني من لا شيء أسست لهذا المعهد، بنيته أسسته أثثته، المهم في كل مجال في كل شيء من المعهد حرص حرصا شديدا على أن يكون فعلا معهدا متميزا، فله فجزاه الله على كل حال كل خير بهذا الحرص وبهذا التميز، رحمه الله رحمة واسعة. كما نرحب أيضا في هذه اللحظة بالتحاق الحكيم الدكتور سي عبد الحق الذي كان رفيق المرحوم في أيامه الأخيرة بالمستشفى، كان حاضر معه يوميا يتابع حالته وصحته، فنسعد أيضا بحضوره معنا، ربما له شهادة بعد قليل أيضا ليذكرنا ببعض جوانب حياتي وسيرتي هذه الشخصية العظيمة. الكلمة الموالية للأستاذ أحمد أعتقد درنوني، تفضل أستاذ، ولو كلمة ولو كلمات ربما قليلة قليلة، ربما أنت أيضا من زملاء ورفقاء الأستاذ ما شاء الله، لك أيضا ما تقول، فإن شاء الله يتقبل الله منك هذا الحضور وهذا الجهد، تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيارتي اسمح لي أنت خبرك أنيسي سي محمد معروف على الوطن، وكان جدين وسافرت معاه، رحنا الوزارة رحنا لكل بلاصة، أي حاجة مشكل صغير يحضر فيه، وحب الخير والبناء تاع المعهد، يعني كان حكالي النص كي عيط التجار ولا الناس الأموال يأمروا نص الميزانية كما قال الأستاذ، رأي كلش نجز من الآخر، وما هار ما سمحش لنفسه باش يدير دار ولا يدير سمى المعهد هذاك هي دار وهي كل شيء، وبالتالي شاء القدر الله يرحمه ترحموا عليه إن شاء الله رحمه الله، وما كانش اللي ما على بالوش، نتمنى وإن شاء الله نلقوا الناس اللي راح يعوضوه، وما ذي رأينا نحن الطوموبيل بس الله يجزيك بارك الله فيك أستاذ، ربي يحفظك بارك الله، نحي الطوموبيل وزيد رواحين إن شاء الله، صح ربي يبارك فيك وربي يتقبل منك إن شاء الله، الله يجزيك. تفضل سي الأستاذ الوردي لعوج كلمة بهذه المناسبة عن المرحوم سي محمد شريف بغامي رحمه الله رحمة واسعة، تمنينا أن يحضر معنا الكثير الكثير على كل حال ممن عرفه عن قرب وشهد له أيضا بجهد متميز وحرص شديد على تأسيس هذا المعهد من أوله إلى آخره، الأستاذ الوردي بودر، تفضل. ولك الفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عسانا نقول كما قال زميلي وصديقي مردسي أمام هذه القامات المتكاثرة وأساتذة، وفي هذه الذكرى لقامة من قامات الأوراس، أنا نترحم عليه أولا على الأستاذ محمد الشريف، إن شاء الله راه في الجنة الحمد لله، هاني إن شاء الله كل الشهادات، يعني أنا كنت تمنيت كنسمعك شوية نقد هكا كل، يعني راهي تشكر على كل حال، يعني حياته محاسن، وربما فرط في الجانب كلكم، يعني متهم بلي مفرط في الجانب العائلي تاعو من اجل المصلحه العامه ومن اجل يعني اني مشيت للمعهد على احسن ما يرام، ما هو الا يعني واحد من بين القامات العلميه الوطنيه ابناء الهراس، ويعني انه من عائله من عرش بن ابو سليمان، وما أدراك يعني صراحة إن عرش ولود، وتتلمذ كما قال الإخوة في البداية على يد عمالقة مثل الشيخ علاوي الله يرحمه، الشيخ دردور توفى علاوي، الشيخ علاوي نعم صح
سنوات. إذا والله يعني يعجز اللسان صراحة، فقدت لنا ترحموا عليه، والحمد لله أنه يعني هو عنده رجال، والمثل الشعبي يقول اللي خلى رجال ما ماتش، وإذا خلى علم إن شاء الله ينتفع به صدقة جارية، وهم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله، ونلتقيه في الجنة إن شاء الله، إن شاء الله مع الخالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، أستاذ الله يجزيك، تقبل الله منك. شكرا. الكلمة الموالية الأستاذ صالح سعودي، أحد أيضا الإعلاميين المهتمين والمتابعين، والذين يعرفون الشيخ محمد الشريف بغامي عن قرب، وكتب عنه أيضا، وأكيد له ما يذكرنا به في هذه الجلسة المباركة. نسعد بحضورك أستاذ صالح، مرحبا بك أخوي، تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله والحمد لله. الحقيقة يعني لا ندعي أننا نعرف الشيخ محمد الشريف بغامي، فهو يعني قام من القامات التي تستحق كل يعني الإشادة وكل التقدير والاحترام، نترحم عليها بالمناسبة. يعني معرفتي له يعني كان أولا كنا نعرفه من بعيد، يعني كنت أنا يعني صغير السن في ذلك الوقت، طور متوسط طور ثانوي، لما يعني نشوفه له من بعيد يعني بكثير من الاحترام والتقدير، سواء يعني في مسقط الرأس نتاع يعني في مسجد نغيسن، أو بعد يعني بعد ما درسناها في الجامعة وكذلك. في حقيقة كذلك موقع التواصل الاجتماعي سمحت بالتقريب بيننا، أنا ربما نحاول ننشط يعني في سواء في الناحية الإعلامية وكذلك في موقع التواصل الاجتماعي ما يصطلح عليه بصحافة المواطن، وهو كذلك يعني في السنوات الأخيرة من حياته يعني دخل هذا المجال، وربما كان يعني نقولوا يعني أعجب ببعض الجهود يعني البسيطة التي أقوم بها، ومن ما يقوم به هو أنه يقوم بالتعليق على المنشورات التي أقوم بها. الحقيقة المنشورات تاعو ديما متميزة، مادام الأساتذة يهضروا على التمييز يعني التعليق تاعو تعاد المنشورات، حتى أنه أحيانا يعني تمنيت أنه تلك المنشورات تلك التعليق كان تمنيت أنه يوظفها في صفحته، باش تكون عبارة عن منشور يعني يبقى يعني يبقى باسمه بتوقعه وبأثره. في الحقيقة يعني كان دائما يجتهد يعطي وجهة نظره، يساهم في إثراء مختلف المواضيع في جميع النواحي. يعني في الحقيقة يعني الشيء اللي لازم نقوله يعني نؤمن بالموت حق حقيقة، لكن إذا هدرنا بالمصطلح شوية الشعبي نقوله يعني محمد الشريف بغامي يعني من الناس اللي تكلحنا يعني في الموت، يعني رحل في أوج عطاؤه، مثل بعض الأساتذة يعني نقدروا نصطلحوا عليهم المثقفين الرساليين المثقفين العضويين، يعني أستاذ محمد الشريف بغامي، أستاذ عبد الملك سهالي، كاين أخرين ما عرفون شو نعرفهم بعيد، مثلا الدكتور صالح الحلوحي وغيرهم من الأساتذة الحقيقة يعني اللي نعم سليمان بخليل وغيرهم، يعني لم يبقوا أسرى نقولوا إحنا الالتزامات الإدارية. بعض الأساتذة يهضروا عن الانضباط وتمييز ومتابعة عن قرب لجميع الأنشطة التي تخص يعني المؤسسة التي كان يشتغل فيها، لكن ذلك لم يمنعه من أنه يبقى يقدم ديما الإضافة في المجال الذي يخدم المجتمع، وبالتالي تلقى يعني في الأفراح، تلقى في الأقراح، تلقى في جميع المناسبات، وبذلك الخط الوسطي الذي بقي وفيا له، وبتلك المرونة في التعامل، وبتلك الرسائل التي كان يبعثها بطريقة يعني ذكية وتعطي يعني ديما أبعاد ثرية يعني باهية. من بين يعني أصل في مكتبة الإحسان، واحد المرة الأستاذ محمد يعني وفي لعاداته في إقامة مثل هذه الندوات، حضر مجاهد يعني معروف أنا من الأوراس، وكذلك حضر ابن واحد من القياديين كذلك المعروفين في الثورة التحريرية، صار نوع من ربما مشاحنات إن صح التعبير بعض الخلافات، كان الأستاذ محمد الشريف حاضر يعني بعد ما كملوا دخل بطريقة ذكية، قالوا هذا التاريخ هذا معروف بخبايا وخفاياه، يعني الثورة التحريرية معروفة بخفاياها وبخباياها، كل واحد يعني يقدر يشوف هذه المسألة هذه من زاويته، لكن احنا ديما نجتهدوا نثمن ما هو إيجابي ونتجاوز عن ما هو سلبي وغير ذلك، يعني بهذيك النظرة نتاعو يعني نقولوا احنا المرنة الحكيمة تسمح له دائما بلم الشمل وبتجاوز المسائل التي قد
تخرج ذلك النقاش عن ربما سبيله الحقيقي. في حق الحديث يطول، ويعني لا ندعي أننا نعرف الشيخ يعني محمد الشيخ بغامي يعني حق المعرفة، لكن نحترمه، يعتبر يعني أستاذنا جميعا، يعتبر صديق الكبار وصديق الصغار بقدر قربه من الكبار أهل الحكمة، كذلك قريب من الشباب، يعني نقولوا احنا عنده تفكير مزدوج صح التعبير، يفهم الصغير مثل ما يفهم الكبير، يفهم الطموح، يفهم البسيط، يفهم الأمي، يفهم المثقف، يفهم الأكاديمي وغيرها. كذلك شيء آخر يعني بناء على بلاغته وبناء على كفاءته، يعني كان بمقدره يروح يعني أعلى الدرجات العلمية، يعني يكون مرتبة دكتور، مرتبة بروفيسور. وبهذا شاهدت أساتذته من بين الأساتذة تاعوني أستاذنا القادر المحترم جودي مرداسي، اللي يعني أستاذ محمد الشريف غامي درس عند الدكتور جودي مرداسي يعني في بداية الثمانينيات في الجامعة، يعني أثبت على كفاءته، كان بمقدره أنه يذهب بعيد في مجاله الأكاديمي، لكن ربما الوفاء الشيخ نتاعو الشيخ دردور خلاه ربما يكون متمسك بهذه الرسالة أنه يخدم قطاع الشؤون الدينية، وبالتالي مثل ما خسرته ربما الجامعة يعني جنب الأكاديمي الجامعي، فقد كذلك استفاد منه قطاع الشؤون الدينية، وهو قلنا من بين الأسماء التي تستحق دائما يعني الوفاء وتستحق التقدير. ومن بين يعني ملامح الوفاء يعني أوجه الوفاء هو يعني هذا العمل المتميز الذي قام به أستاذ القادر مسعود فلوسي، اللي قام بيعني كتاب يعني إلكتروني يجمع به مختلف الشهادات بأقلام متميزة حول جوانب هامة من سيرة ومسيرة أستاذ القادر محمد الشريف بغامي. وإحنا بالمناسبة أنا أتمنى هذا الكتاب الورق الإلكتروني أن يتوج إن شاء الله، يظهر يعني يرى النور في إن شاء الله تحفة ورقية بمساهمة جميع الأطراف الفاعلة التي بقدورها أن تساهم في تجديد هذا المشروع أو هذا الطموح. وإن شاء الله يبقى ديما يعني الأستاذ محمد الشريف بغامي حي في قلوبنا، ونستفيد من دروسه ونستفيد من سيرته ومواقفه. وشكرا على حسن الانتباه وشكرا على الحضور، ونسأل الله الرحمة والمغفرة، وبارك الله فيكم. الله يجزيك، بارك الله فيك أستاذ. نجي معك أستاذ رشيد شوترا وراه رشيد صالحي هكذا. شو ترى من ثم الصالح أو ثم مسير رشيد ولا وراء؟ أنا حكيم بلاصة هذا. شكون؟ سي عبد الحق تفضل. أروح أروح. لا هنعطيه الكلمة. أروح عبد سي عبد الحق أعطيه الكلمة ما دامك هنا. في انتظار تفضل سي عبد الحق. نتشرف بحضوري على كل حال. فهو تعرف على المرحوم الفقيد سي محمد الشريف عن قرب في أيامه الأخيرة، وعلى أولاده وعلى عائلته. مرحبا بك أستاذ عبد الحق. الله يجزيك حتى أسنك شو لازم يتصقى ضروري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نفتح كوس برك. اسمح لي، ما بالمناسبة سي عبد الحق هو اللي ذكرنا بتاريخ وفاة سي محمد الشريف وبادرنا بهذه الجلسة، فله منا جزيل الشكر. تقبل الله منك. تفضل أستاذ عبد الحق. شكرا سي محمد على المبادرة التي نرجو من الله أن يجعلها لك في ميزان حسناتك يوم القيامة. والشكر أيضا موصول لكل من حضر ومن أدلى بدلوي في هذه الجلسة التي تعتبر تأبينية لذكرى مآثر الأستاذ المربي الشيخ بغامي. ليس لدي الكثير ما أقوله فيما يخص الشيخ، سوى أنه رجل كان مواطنا صالحا مصلحا مثقفا غيورا على وطنه وعلى دينه، ونرجو من الله أن يتقبله إن شاء الله في جنات نعيمه. فقط أشكر سي محمد على هذه الاستضافة، وشكرا جزيلا لك. الله يجزيك بحفظك إن شاء الله، بارك الله فيك. نعود عندك بعض الإضافات إن شاء الله ستكون. هو أيضا سي عبد الحق على كل حال كاتب وباحث يهتم أيضا بالبحث في المجال التاريخي وحتى الأدبي، هو أيضا شاعر، فأكيد سنرى له مساهمات ربما وكتابات عن الشيخ المرحوم في جريدة البصائر أو في غيرها.
كنت هذا جزيل الشكر في الذكرى. في جريدة البصائر كانت لي مقال بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشيخ بغامي، وكان لي الحظ أنه حاولت أن أجمع تراثه، فأبنائه لم يبخلوا يعني بشيء، أعطوني مقالاته وصوره وشهاداته كلها موجودة في إرشيف، وإن شاء الله سيرى النور. كنت تحدثت مع الدكتور فلوسي على المجموعة، ربما ترى نعم ربما أعماله وتراثه ومقالاته وما كتبه وشهادات بعض من عاصروه وبعض من كانوا معه رفاقه، ربما سيرى النور. على الأقل أقل شيء نقدمه لهذا الرجل الذي أبلى البلاء الحسن في مجاله، يعني في مجال التربية والتعليم، كما تفضل الإخوة الذين سبقونا على هذه المنصة. نرجو في الأخير من الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ما قدمه إن شاء الله شاهدا له يوم القيامة وفي ميزان حسناته، ويجعله من أهل الجنة سبحانه وتعالى، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، لأنه شخصية مثل هذه عندما نفتقدها تبقى دائما راسخة في أذهاننا وفي قلوبنا. لذلك نرجو من الله أن يتقبله عنده في علي إن شاء الله سبحانه وتعالى. شكرا سي محمد، الله يجزيك بارك الله فيك. سي محمد شوف ترى الفكر هذا بارك الله فيك، الله يجزيك. تقبل الله منك على كل حال هذا الاهتمام وهذا الجهد. أستاذ سي رشيد أو هنا ولا لما أستاذة فاطمة، تفضلي يا أستاذة، مرحبا بك. اللي يحب يتدخل ولا اللي يحب اللي عنده كلمة بينا ما يدخلش علينا، احنا فلوسي ما تدخلش علينا. هو جاي دوره، هو سي مسعود جاي دوره. لا سي مسعود جاي دوره، يسمى ما ننسى حتى واحد إن شاء الله. أستاذة فاطمة، على كل حال أستاذة متقاعدة ومربية وإعلامية وكاتبة أيضا، لها بعض ولا شاعرة أيضا، شاعرة أي ما شاء الله، بارك فيك. نكتب الأطفال أكثر. أيوة الله يبارك فيك أستاذة، تفضلي لك ما تقولين عن شخصية اليوم سي محمد الشريف بغامي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أول يعني أولا نشكر الأستاذ بن عبد الله اللي راه يقوم بمجهودات يعني شخصيات كثيرة في الولاية ولا في الأوراس كله مطموسة، يعني واحد ما يعرفها، ولكن هو يسعى دائما باش يبرزها ويخرجها للوجود، والحمد لله هذه يعني لفتة طيبة منه، وما لقيناهاش عند الكثير من يعني المثقفين يعني نتاعنا، ما لقيناهاش عندهم، ولكن هو المبادرات نتاعو ما شاء الله كل مره يخرج لنا خرجه كما نقولوا. عندي انا كلمه هو كتبها خلى ربما جانب من حياه الاستاذ محمد شريف، وهي انه خدم كاعلامي، خدم في الإعلام، ولكن لاحظت يعني سنيتكش من يذكر العمل نتاعو هذا الجانب من حياته، حبيت نقول لي أنه هذه الكلمة هو اللي خلاها. من هو الشيخ محمد الشريف بغامي؟ يقول الأستاذ المربي والشيخ الفاضل محمد الشريف بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بغامي عن نفسه، ولدت يوم 17 ماي 61 من رفقة أي السعدية، السعدية عرش بني بو سليمان، في قرية من قرى الأوراس تسمى تجرة، وكانت محضن يعني محضنا على كل حال معروفة. محضنا للجهاد والمجاهدين إبان الاحتلال الفرنسي، وهي قرية من قرى بلدية إنوغيسن دائرة الشمول ولاية باتنا من الأوراس، والأوراس إذا ذكر في الجزائر وفي العالم تذكر معه البطولة والجهاد، فمن الأوراس انطلقت الثورة التحريرية المباركة لتحرير البلاد والعباد.
حفظت ما تيسر لي من القرآن الكريم على يد والدي الذي كان معلما للقرآن الكريم وكان مناضلا في الحركة الوطنية، ثم حفظت بعضا من الأجزاء الأخرى على بعض الشيوخ بقريتي وبعض القرى المجاورة، ثم انتسبت إلى التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، وشاءت الأقدار أن ألتحق بالمعهد التكنولوجي بعد إجراء مسابقة لتكوين المدرسين، ولما كنت من الأوائل وجهت إلى معهد خديجة بباتنا لتكوين أساتذة التعليم المتوسط، ولما تخرجت التحقت كمعلم للغة العربية واللغة الفرنسية أيضا، فعملت في البداية معلما في الابتدائي ثم المتوسط، متوسطة أسماء في وسط البلاد معروفة أنت عباتنا، ثم شاء الله أن ألتحق بمعهد اللغة والأدب العربي بجامعة باتنا مطلع الثمانينات. ولما تخرجت التحقت بالتعليم الثانوي، وفي خلال تلك الفترة أرشدني الشيخ عمر دردور بالانتقال من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، فكان له ذلك، فعملت كأستاذ بالمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بتمراست في ثمانينات القرن العشرين بصفتي أستاذ، ثم مديرا للدراسات، ثم مديرا للمعهد الإسلامي لتكوين الأئمة بسكرة سنة 87. انتقل بعد ذلك الشيخ محمد الشريف بغامي إلى معهد تيزي وزو، وبالضبط إلى مدينة عزازقة، حيث عمل مديرا لمعهد سيدي عبد الرحمن البلولي اليالولي من نوفمبر 91 إلى 27 فبراير 93، حيث ساهم في لم شمل عدة قبائل ومباشرة بالمنطقة، ليرتقي بعدها في مناصب التوجيه في التفتيش بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية باتنا وبخنشلة، التي حل بها مفتشا وموجها ثم رئيسا للمصلحة قبل أن يتم تعيينه كمدير يعني لمعهد تكوين الأئمة بباتنا، وهي آخر منصب تقلده الفقيد قبل وفاته. مشاركاته العلمية كان رحمه الله شعلة متوقدة من العلم والأدب، وكان قام سيالة يعني قلمه سيالا لا يترك ملتقى أو مناسبة دينية أو وطنية إلا كان له فيها أثر طيب، فقد كان كثير المشاركات في الملتقيات محاضرا أو مؤطرا، وقد شارك الشيخ محمد الشريف بغامي في العديد من الملتقيات، منها عضو التوجيه بكلية العلوم الاجتماعية والإسلامية بباتنا، عضو المجلس العلمي والتوجيه بالمتحف الجهوي التاريخي لولاية خنشلة 2002 وإلى 2011، المساهمة الفعالة في اللجنة الولائية لإحياء المناسبات الوطنية بولاية خنشلة من حيث البرمجة والتوجيه وإلقاء المحاضرات، مع المساهمة في الندوات التاريخية، مشاركاته الإعلامية، استضيف في الكثير من البرامج التلفزيونية والإذاعية كبرنامج من كل فج عميق في القناة الثقافية السعودية، حين ترأس وفد الحجيج الجزائريين إلى البقاع المقدسة سنة 2017، المساهمة في إعداد حصص إذاعية في إطار برنامج نور على نور بإذاعة باتنا الجهوية حول مجموعة من أعلام منطقة الأوراس، ويعني ومازالت الحصص ومازالت تلك الحصص تذاع في الإذاعة الوطنية وإذاعة الأوراس، مع حصة تلفزيونية حول علماء الجزائر، المساهمة في حصص إذاعية في إطار برامج متعددة، منها زوم على المجتمع وواقع ورؤى وفي رحاب رمضان وحياة الصحابة وحصص تاريخية أخرى بإذاعة خنشلة الجهوية والقناة الإذاعية
الوطنية الثانية الناطقة بالأمازيغية. وفاته توفي الشيخ محمد الشيخ بغامي رحمه الله في 13 من شهر جويلية 2019 بمستشفى باتنا، ودفن بمقبرة بوزوران بباتنا، وقد نعاه الكثير من رجال العلم والدين في الجزائر عامة رحمه الله، رحم الله الفقيد. هذه جانب على كل حال ربما ما هوش معروف، لأنه عنده نشاطات إذاعية وتلفزيونية في عدة قنوات. احنا بغينا يعني هذا الجانب هذا، انا ما لقيتش يعني اللي ذكروا على هذيك، جيت قلت انا نذكر الجانب هذا، معناها علامة ومنتشر في جميع الثقافات، يعني عارف كل شيء الحمد لله رب العالمين. والموسوعات، رجال الموسوعة ما همش بزاف، ما قلال في هذا المنطقة ولا في الوجود. والحمد لله الأوراس غنية 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 جدا برجالاته، ولكن مطموسين وما نعرفهمش. وإلى حد الآن أنا عندي مجموعة من الأسماء إلى حد الآن واحد ما هضر عليهم، رغم أنهم خلوا أثر طيب في المنطقة وخاصة خلال الثورة التحريرية. شكرا. يعطيك الصحة أستاذ، الله يجزيك بارك الله فيك، شكرا جزيلا، تقبل الله منك هذه المبادرة وهذا الجهد وهذه الكلمة الطيبة تعريفية أيضا عن الشيخ المرحوم محمد الشريف بغامي رحمه الله. أعتقد أستاذ ناصر مانيش عارف كان حب تفضلي شاركنا أيضا ببعض الكلمات بهذه المناسبة الطيبة، وتقبل الله منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا الشخص كان قيمة وقامة عظيمة، كان يردد دائما قولا لأحد من علمه ودرسه سابقا: يعجبني في الجزائر الأوراس والشلالع والريح. فكان سي محمد رحمه الله بقامة جبال أوراس الشامخة، قامة في العلم والأخلاق والعمل. كان يخصص جميع جهده لإبناء الوطن، ولا يدخر أي فرصة إلا ويشيد بأبطالها، حتى أنه أقام مرة ملتقا باسم أستاذه عمر دردور بمعهد زنا. كان حبيب الملايين، ونتيجة لحبه للناس رفعه الناس بالذكر في الدنيا ويدعون له بالآخرة. إذا كان الفرد منا إذا ما مات انقطع عمله من ثلاث: إلا من صدقة جارية وعلم ينتفع به ولد صالح. فإن سي محمد بغامي قد جمع الثلاثة في لجميع طلبته، فهم أبناؤه وهم العلم وهم الصدقة الجارية. الرجل عظيم وترك أثرا عظيما، وطبعا لا يذكر العظماء إلا الرجال مثلهم. تحية للأستاذ سي محمد بن عبد الله على هذه المبادرة التي تمكن من خلالها من جمع هذه الثلة المؤمنة التقية للحديث عن مآثر هذا العملاق، هذا البطل، هذا الشهم الذي أحيا فينا هذه النخوة وهذه المآثر التي نسعى لأن تبعث هذه المروءة وهذه الشهامة وهذه القيم، قيم طلب العلم. فللأسف نحن أمة اقرأ ولكننا نقرأ. تعرفنا عن حياة الشيخ سي محمد من طرف بعض الأساتذة الأفاضل الذين أشادوا بأنه كان موسوعة، وطبعا لا يستطيع الإنسان يكون موسوعة إلا إذا أتى من بابها، وباب العلم هو القراءة والمطالعة. مع سنة أن نقول إلى أننا ندعو أنفسنا وأبناءنا إلى العودة إلى الكتاب والقراءة، وأن نطلع على مآثر هذه الرجال. عظم الله أجر العائلة مرة أخرى رحمه الله وغفر له ورفع قدره في الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، يجزيك أستاذ، تقبل الله منك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك، فيكم شكرا جزيلا. أستاذ سلمان، أنا عندي دعاء. تفضل، ولا تحب نخليه كل آخر بعد هذا؟ خلي معلش. ربما نعطي الكلمة الآن إذا كان سي صالح ما رجعش.
الكلمة الآن سي الأستاذ الدكتور سي مسعود الذين تشرفوا بحضوره معنا هذه الجلسة بسم الله طيبة مباركة مناسبة الذكرى الرابعة لوفاة المرحوم سي محمد الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خير الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم وسلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين، العاقبة للمتقين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. يطيب لي أن أكون معكم اليوم في هذا اللقاء الذي يجمعنا بمناسبة الذكرى الرابعة لارتقاء روح أخينا وصديقنا الحبيب والعزيز الأستاذ محمد الشريف بغامي رحمه الله. هذا الرجل الذي تتعدد جوانب شخصيته والتي يشهد جميع من عرفه على تميزها وتنوعها وشمولها، طبعا لست هنا لأعيد شهادة سبق أن قدمتها عن الأستاذ الفاضل، وهي مضمنة في هذا الكتاب الذي جمعته بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته رحمه الله، يعني سنة 2020. أنا عرفت الشيخ محمد الشريف يعني وأنا صغير، عرفته في دروسه ومحاضراته، وأعجبت بشخصيته كمتحدث وكمدرس ومحاضر، ولفت انتباهي في مناسبات عديدة ثروته الفكرية والأدبية، لا سيما استشهاداته بالشعر، فكان يروي القصائد من أبيات قد تصل إلى 20 بيتا يرويها عفو الخاطر هكذا بمناسبة استشهاده على موضوع معين. مثلا يعني أذكر مرة في المركز الثقافي الإسلامي في مناسبة من المناسبات، فكان أحد المشاركين في ندوة بتلك المناسبة، فكان يتحدث ثم قال يحضرني في هذا السياق قصيدة ل شاعر الأوراس كما سماه، هو أخونا وزميلنا وصديقنا دكتور حسين زيدان رحمه الله، وبدأ يقرأ هذه القصيدة من ذاكرتي يحفظها حفظا. وحسين زيدان هو أحد زملائه في الجامعة، درس معه وعرفه وحفظ أشعاره، فروى تلك القصيدة من ذاكرته مباشرة. مرة أيضا في مناسبة أيضا كان يتحدث وبدأ له أن يستشهد بقصيدة لمفدي زكريا، أيضا أوردها كاملة في يعني أبيات كثيرة، وفي مناسبات عديدة يعني يأتي بشعر المتنبي وبأشعار شعراء من مختلف العصور. فهذا الرجل يعني يبهرك بشخصيته كمتحدث وكمحاضر وكمتكلم، وأيضا عرفته في الحياة العملية كصديق، خاصة لما فتحت أنا مكتبة على مستوى وسط المدينة بين 95 و 98، فتقريب يوميا كان يمر علي سواء في الصباح عندما يذهب إلى العمل أو في المساء عندما يخرج من العمل، فكان يعني كانت بيننا لقاءات وحوارات وأحاديث، فيعني مسار طويل
ثم بعد ذلك أيضا عرفته بعد أن تعين مدير لمعهد زانة، فكان يدعونا دائما في المناسبات، سواء لتقديم محاضرات للطلبة أو لحضور مجلس التوجيه، لأني بعد ذلك أصبحت عضوا في مجلس التوجيه، فيعني كنت أحضر معه في مجلس الإدارة الذي يعقد كل سنة، وحضرت معه آخر مجلس الذي يعني سبق وفاته بأيام قليلة رحمة الله عليه. فيعني عرفت الكثير من جوانب شخصيته، وأيضا عرفت أن له أصدقاء مميزين يعني أذكرهم الآن، منهم الأستاذ أحمد بن السايح، هذا من أعز أصدقائه، وهو مقيم في بسكرة، وهو كاتب معروف له كتابات كثيرة، وكان يعني أحمد يأتي من بسكرة ويصطحبني معه إلى زانة لزيارة الشيخ يعني أكثر من مرة. أيضا من أعز أصدقائه الأستاذ جمال الدين مهوبي، والد الأستاذ عز الدين الشاعر والوزير المعروف، فهو أيضا كان يزوره، وأحيانا سي محمد هو الذي يذهب إليهما في بسكرة ويزورهما، فكانت بين هؤلاء علاقة متميزة لما وجد بينهم من اشتراك في الاهتمام بالفكر والأدب والثقافة والعلم. يعني كما قلت يعني أنا شهادتي سجلتها في هذا الكتاب في حوالي 7 أو 8 صفحات. هذا الكتاب يعني أنا هذه فرصة لأتحدث عن هذا الكتاب. هذا الكتاب طبعا انقدحت فكرة إعداده وجمعه بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمته إدارة معهد زانة على رأسها أخونا الأستاذ ميلود قرفة. هذا اللقاء وهذا اليوم الدراسي تم يوم الأربعاء 16/1441 الموافق للحادي عشر مارس 2020، وكان عبارة عن لقاء تأبيني متأخر لأنه يعني لم تتوفر ظروف لعقد هذا اللقاء حتى هذا الموعد. وطبعا ربما بعض الإخوة هنا كانوا ممن حضر هذا اللقاء، وكان لقاء كبير، كان عبارة عن ملتقى يعني جمع أصدقائه وأحبابه ومحبيه وزملائه في مختلف المراحل التعليمية والعملية. وفي هذا اليوم الدراسي ألقيت عدة مداخلات، هي يعني قداش 8 مداخلات، منها مداخلة للأستاذ ميلود قرفة هذه حول حياته وأعماله، مداخلة لصديقي الأستاذ أحمد بن السايح، مداخلة للأستاذ جمال الدين ميهوبي، ومداخلة لي أنا، ثم مداخلة لزميله الأستاذ محمد مسعي وهو أيضا مدير لمعهد تلاغمة، ثم الدكتور بشير قادرة والدكتور أحمد زردومي والطالب الإمام رضا عبيرز. هذه كلها ألقيت في هذا اليوم الدراسي، إضافة إلى شهادات أيضا قدمت في ذلك اليوم، بعضها سجلها الأستاذ سي مصطفى وحطها في الصفحة في الفيسبوك. فأيضا بعد ذلك أنا أعلنت عن بدء الإعداد لهذا الكتاب، فأرسلت لي بعض الشهادات من قبل سواء طلبته أو أصدقائه أو زملائه، منهم من درس معه ومنهم من عمل معه، فاجتمعت هذه المجموعة من الأعمال والشهادات. فلما اجتمعت لي طبعا كانت الفرصة، هذه الفرصة لو لم تتوفر لما أمكن أبدا يعني إعداد هذا الكتاب، وهي فرصة العزلة الشاملة التي فرضت علينا بسبب وباء كورونا. فطبعا البقاء في البيت، وأنا طبعا عندما أبقى في البيت لا أستطيع أن أبقى هكذا بدون عمل، فوجدتها فرصة لجمع هذه الأعمال
التي منها ما كان مكتوبا ومنها ما كان مسجلا صوتيا أو صوتا وصورة. فأليت على نفسي أن أفرغ هذه الأعمال المسجلة من شهادات وكلمات، ومنها خاصة كلمتا التأبين التي ألقيتا يوم دفنه رحمه الله في مسجد صهيب الرومي، وأيضا كلمات الوداع والرثاء التي جمعتها من صفحات الفيسبوك. وأيضا يعني فكرت، قلت لابد أن أضمن الكتاب بعض آثار الشيخ، يعني لا يكفي أن يقدم الكتاب هكذا. ففي ذلك الحين لم تتوفر لي يعني الآثار المكتوبة، فوجدت بعض الآثار المسجلة، منها محاضرات ومنها كلمات تأبينية ومنها مداخلته أو مشاركته في قناة الثقافية السعودية. فقمت بتفريغها كلها من التسجيلات، وطبعا دونتها مكتوبة، وهكذا اجتمع هذا الكتاب، اجتمع طبعا وقسمته إلى أقسام، ويعني صححته جيدا بقدر المستطاع، وضم جمعت أيضا كثير من الصور اللي كان ينشرها رحمه الله في صفحتي على الفيسبوك في المناسبات المختلفة، فقمت بجمعها أو بجمع أغلبها، ثم ضمنتها هذا الكتاب الذي نشرته في ذلك الحين طبعا نشرة إلكترونية، وانتشر في الآفاق، ويعني شارك الكتاب الكثير من الإخوة والأصدقاء، فيعني صار بين أيدي كثير من يهتمون بالأستاذ ومن يحبونه ويحبون أن يعرفوا عنه وعن أعماله. بعد ذلك طبعا فكرت في آثاره، شخصية مثل هذه هو لم يهتم بنفسه رحمه الله، كان مشغول وكان حريص على النفع وكذا، فإذا كان يعني هو قد أهمل عائلته، ولكن هذا الإهمال ما لازمش نفهموه بالمعنى السلبي يعني، وإنما يعني غلب المصلحة العامة وكان يحرص عليها، فلم يكن لديه الوقت لكي يدون آثاره أو يجمعها أو يطبعها، فيما عدا ما قال واحد نشر في حياته رحمه الله عن الشيخ محمد الدراجي مهوبي والد الأستاذ جمال الدين مهوبي، وهذا كان عبارة عن محاضرة ألقاها في دشرة ولاد موسى بمناسبة ملتقى حول الشخصيات الأوراس، كنا شاركنا مع بعض، يعني أنا لقيت محاضرة حول الشيخ محمد الغسيري وهو ألقى محاضرة حول الشيخ محمد الدراجي مهوبي، فأخذها يعني الأستاذ أحمد بن السيح أخذها منه هذه المحاضرة ونشرها، نشرها في جريدة كانت تدور في قسنطينة اسمها المستقبل المغاربي، فهذه الشيء الوحيد اللي منشور، لكن هو عنده يعني الكثير من الآثار. أنا حاولت يعني أن أجمع بعض هذه الآثار، حصلت على بعضها من إدارة المعهد ولكن قليلة، لكن أكثر ما حصلت عليه هو من العائلة اللي نشكرهم جزيل الشكر بالمناسبة وفي هذا اللقاء اللي أعطوني يعني ما بقي عندهم من آثاره، وهي الآثار نتاعو رحمة الله عليه كانت عبارة عن قصصات، يعني هو كل محاضرة ولا كل درس ولا كل ندوة كان يكتب، لكن ما يكتبش النص الكامل للتدخل، وإنما يسجل رؤوس أقلام، وأحيانا يعني يتوسع شوية في هذه فيما يسجله، ف يعني كلها يعني راهي موجودة تقريبا، هو يكتب كل شيء، يعني يكتب كل ما سيقول ولكن باختصار. فما هو متوفر عندي يعني لحد الآن، والآن عرفت باللي أخونا الدكتور عبد الحق عنده أيضا آثار أخرى، حوالي 60 أثر،
ومقسم هذه الآثار هذه إلى ستة أقسام أو ستة أنواع. القسم الأول دروس وخطب، وكثير ما كان يعني يلقي دروس في الجمعة أو في بعض الأحيان يلقي خطبة الجمعة، لكن الأكثرية يعني مساهمته أو إساماته كانت في شكل دروس. فهذه الدروس هذه متوفر لي، والخطب عندي 22 بالشكل اللي قلت لكم. يعني أيضا المحاضرات 15 المحاضرة بهذا الشكل أيضا، يعني عبارة عن قصصات، لكن كل مجموعة قصصات تشكل يعني محاضرة مكتملة ولكن بإيجاز. النوع الثاني كلمات في المناسبات الوطنية، وهذه مما برع فيه الشيخ محمد الشريف رحمه الله، ولذلك كان يعني يلجأ إليه دائما، خاصة لما أصبح يعني مفتشا في مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في خنشلة، تقريب كل المناسبات كان هو يتولى إلقاء الكلمة فيها، سواء مناسبة أول نوفمبر أو 5 جويلية أو يوم المجاهد 20 أوت أو يوم الوطني للهجرة وما إلى ذلك. فهذه الكلمات هذه ما هو متوفر منها هو 19 كلمة. ثم هناك حصص إذاعية أشارت لها الأستاذة، لكن أنا وجدت حصتين فقط إذاعيتين مما شارك به في برنامجين في إذاعة خنشلة، ما شارك به في إذاعة باتنا لم أقف عليه. فعنده حصة حول الطلاق وأثره على تحصيل الأبناء، هذه في إذاعة خنشلة برنامج زوم على المجتمع 24 أكتوبر 2009، وحصة حول عيد الأضحى والتكافل الاجتماعي أيضا، حصة واقع رؤى وواقع ورؤى 12 نوفمبر 2010. وهناك أيضا 3 حصص إذاعية حول بعض أعلام منطقة الأورس، وأنا متأكد باللي رأيك أكثر من هذا العدد، لكن المتوفر فقط هو 3: حصة حول الشيخ عيسى يحياوي، حصة حول الحكيم سعدان، وحصة حول الشيخ أحمد بن السعدي ميموني رحمهم الله جميعا. لكن أنا متأكد بلي أكيد راهو دار حصة على الشيخ دردور، وحصة على الشيخ البخاري، وحصة على الشيخ الشيخ علاوي، الشيخ الدراجي وغيرهم. فمما يميز الشيخ محمد الشريف رحمه الله علاقاته الواسعة والوطيدة مع الأعيان، مع الشخصيات، سواء العلماء أو المجاهدين، فكانت له بهم صلة وثيقة، وكان يتواصل معهم ويعني يزورهم ويستفيد منهم، فلذلك يعني يعتبر يعني موسوعة في معرفة هذه الشخصيات وأعمالهم وآثارهم. نتذكر مرة يعني شاركنا أيضا في ملتقى نظمته مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في المدرسة القرآنية لمسجد أول نوفمبر، شارك معنا أيضا بمحاضرة حول الشيخ الأمير صالحي، لكنني ما وجدتهاش يعني فيما حصلت عليه. فأيضا مرة شارك معنا بمحاضرة حول الشيخ البخاري، فالرجل يعني كان دائم الحضور ودائم الإسهام والمشاركة بما أوتي من معرفة بهذه الشخصيات. كذلك النوع السادس من الآثار المتوفرة كلمات تأبينية كان يلقيها عند وفاة أحد الشخصيات، وبصفة خاصة العلماء والمجاهدين. فما هو متوفر من هذا النوع؟ 5 كلمات. الأولى حول الشيخ عمر دردور، ثم حول صحفي من خنشلة اسمه جلال عنتر يونس، ثم الأستاذ إبراهيم خبزقة، الدكتور الأزهر مختاري، المجاهد أحمد قدة. ف
فهذه هي الكلمات المتوفرة، يعني كل هذه المجموعة الأعمال كلها 60. نعم. أنا حضرت رجل الكلمة التابعين هذا أستاذ مجاهد بغامي. أي. بغامي مجاهد. نعرفه. طيب بغامي. أي نعم. لا هو يعني أكيد راه إسهاماته أكثر من هذا، لكن ما هو متوفر يعني كما قلت ما سلم لي من قبل العائلة وأيضا من قبل المديرية مديرية المعهد هو هذا، هو هذا العدد. درك أنا يعني نشوف مع الأستاذ الدكتور عبد الحق إذا يعني نسقوا نكملوا، لأنه أنا راني عازم بإذن الله أني نزيد كتاب ثاني حول آثاره، يعني نجمع هذه الآثار هذه ونصدرها في كتاب ثاني، هذا يخصص للشهادات والمقالات حول حياته وأعماله وشخصيته، والكتاب الثاني يكون خاص بالآثار تاعه. إذا قدرنا ننشره ورقيا فذلك يعني ما نريد، إذا لم نستطع على الأقل ننشره إلكترونيا حتى يكون متوفر، يعني من يريد أن يحصل عليه يجده متوفرا، بحيث يمكن يعني للطلبة أن يدرسوا فكره وآراءه في مختلف الشؤون من خلال هذه الآثار، وهي غنية يعني هذه الآثار رغم أنه كما قلنا كتبها بإيجاز إلا أنها غنية بالأفكار والمعلومات والآراء والتوجيهات وما إلى ذلك. فأنا بإذن الله يعني سأتولى كتابتها وتصحيحها وإخراجها في شكل كتاب مثل هذا إن شاء الله، هذا لن يطول. من قبل لما كانش عندي فرصة لأن كنت مشغول بالإدارة فما لقيتش فرصة، يعني كما قلت لكم هذا الكتاب الأولى يعني العزلة نتاع كورونا ما كنتش نقدر نديره، فالآن يعني الحمد لله يعني وعفيت من الأعمال الإدارية تفرغ يعني الأعمال العلمية، عندي مجموعة مشاريع وكتب يعني تنتظر فقط، بعضها ينتظر فقط التصحيح والتنقيح. فإن شاء الله في البرنامج هذا الكتاب حول آثار الشيخ محمد الشريف بغامي، فأنا أدعو يعني أي واحد عنده بعض آثاره فأن يفيدنا بها، يعني ما زلت نقول العائلة إذا كان يعني ما زال موجود بعض الأوراق مهما كان نوع هذه الأوراق يعطيوها نحن نفرزها لعلنا نجد فيها الأمور، وأيضا دعوة للتنسيق مع الدكتور عبد الحق إن شاء الله للتعاون في هذا الإطار. فنشكر يعني الجميع على الاهتمام، ونشكر أخانا الأستاذ محمد فرح، أنا نعرفه محمد فرح أنا كي يقول محمد بن عبد الله هذا احنا يعني تعرفنا في الجامعة الحمد لله، يعني هو أكبر مني ولكن أنا كنت طالب الثانوي وكنت أروح الجامعة، ثم اللي تعرفت على الأستاذ محمد الشريف، وسي محمد كان إمام ما شاء الله كان خطيب يخطب الجمعة الله يبارك، يعني له جهود وآثار يعني حتى إن لم يعرفها الناس فالله يعرفها، ومن عاصروا تلك الفترة يعرفونها ويعرفون يعني فائدتها، وهو الآن يواصل يعني هذا المسيرة مسيرة الإفادة والنفع، واهتمامه بشخصيات المنطقة وحرصه على إحياء ذكرياتهم هذا يعني عمل مشكور ومأجور عليه عند الله عز وجل، يعني إذا كان يسمح أنا نذكر بوفاة يعني أحد رجال التربية والتعليم في منطقة الأوراس، والرجل مجاهد له يعني ذكره في، وأيضا له مؤلفات وله كتابات، فلعلنا نهتم به وبإحياء ذكره. والأستاذ محمد الطاهر عزوي رحمه الله صحيح الذي توفي في بداية شهر أوت، أذكرش الآن التاريخ بالضبط، حوالي 10 أوت ولا 8 أوت ولا من سنة 2006
فيعني اذا ممكن يستحق نعم. شخصيات كثيرة كما قالت الأستاذة فاطمة، شخصيات كثيرة ربما غير معروفة أو حتى نسيناها، أو لابد من إعادة تذكرها والحديث عنها والتعريف بها من جديد. فهذا إن شاء الله أحد واجباتنا بحول الله. أو شر أو أي نعم. نعم. لا بزاف يعني باتنا هذه شخصيات كثيرة غنية بالشخصيات يعني ما شاء الله. صحيح. فممكن يعني نفكروا في هكذا. إن شاء الله. مهم جدا. ايه وشكرا للجميع على كرم الاصغاء. بارك الله فيك. الله يجزيك يا استاذ مسعود، ربي يجزيك ان شاء الله، ربي يتقبل منك. انا حبيت نذكر فقط، تعتقد الكلمات التي كان يحضرها ويلقيها بمناسبه تخرج دفعات المعهد، طلبه المعهد، كان في كل دفعه كان يسميها بشخصية من الشخصيات، ويحضر كلمة عن تلك الشخصية، كلمة فعلا في غاية الأهمية. أنا حضرت مرة دفعة عقيني صاحب ثورة 1916، دار عليه كلمة وكأنه يعرفه شخصيا في غاية الجودة والأهمية، عرف به كما ينبغي. هذا سي كيفاش يعيطوا له؟ عمرو موسى صحيح، عمرو موسى نعم، 1916 نعم، دار عليه كلمة والله مع غياب المراجع وغياب المعلومات، مع أن ولكن هو بحث وجاب عليه فعلا على حياته كما ينبغي، وعرف به في تلك المناسبة. وأظن أن في كل دفعة كان يسميها على شخصية من الشخصيات ويقوم هو بإلقاء كلمة عن تلك الشخصية. نعم، فتقبل الله منه جهده وسعيه وحرصه واهتمامه وإخلاصه، فرحمه الله رحمة واسعة. كنا على كل حال انتظرنا الأستاذ رشيد، من يشعر إذا كان راه حاضر معنا اليوم. تفضل أستاذ رشيد، لعوش تقولنا ولو كلمة هكذا عن المرحوم، أرواح منا، وبعدها سنعطي كلمة للأستاذ المهدي كآخر كلمة ربما في شكل دعاء. ونرحب ايضا بحب الاخوه الاساتذه اللي التحقوا بنا قبل لحظات، الاستاذ سعد الغاني ومن معه على كل حال، جزاكم الله خيرا. وبعدها نقوم بتكريم العائله الكريمه في هذه المناسبه، وجزاكم الله خيرا. تفضل يا استاذ. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. على كل حال استاذ محمد الشريف، ما عندي ما نقول، عرفته أخ وتربينا مع بعضنا، عشنا مع بعضنا، سافرنا، عشنا الصبا، عشنا الآخر، ما عندنا ما نقوله. الشيء اللي نقدر نقوله باللي ما قدروش، الشيء اللي درناه ما قدروش نوفيه ولا خرج. أنا تحضرني أني حادثة عشتها معه في المستشفى. منين طاح هو مريض حتى وفته المعنية، كان يوم كان تقريب يحتضر، حضر الأستاذ قرفي الأخر الشيخ قرفة ميلود، نعم، حضر كي شافوا قال لي لاباك أني صم بغا يشوفوا، قلت له بغا يزورك، قال لي ماشي مشكل. كي جا الشيخ كان تقريبا فاقد الوعي، كي شافوا حكموا من يده حتى الأخر جبدوا، قال له ما قدرش حتى يبلغ له الأخر. الأستاذ قال له العمال سلكوا ولا لا حول ولا قوة. العمال سبحان الله كنت منتظر، انا كان يقولوا للدار شنو يوصيك شمهنا، قالوا مازال كرب على يد، وكان ما قدرش فقد الجهد خلاص، ولا وقف تقريبا وقف من السرير نطق، قالوا علاه علاه في كل شيء واش موجود كلش متوفر. هذيك بقات مأثره فيا اليوم دي. كان استاذي مش ما كانش يخدم على روحه، ما كانش يخدم على العائله تاعو، كان يخمم كيفاه باش يطلع المهد هذا، كيفاه باش يخدم على المجتمع. ما نقولوا الشيء اللي درناه ما قدروش نوفيه، الشيء اللي قدموا الشيخ سي محمد الشريف ربي يرحمه ان شاء الله ويثبته، وان شاء الله يرزقه ان شاء الله بالشهاده، راه شهيد ان شاء الله، وربي يرحمه ان شاء الله، وربي ان شاء الله يحيي. نقولوا احنا هذا الاساتذه اللي راهم قايمين وراهم ان شاء الله ديما في المستوى،
وربي إن شاء الله يرحمه ويغفر له مغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك مستر بيت قبل منك ربي يحفظك إن شاء الله بعد الكريم. شكرا جزيلا. كما أشكر بدور كل الأساتذة والإخوة والحاضرين على حضورهم وعلى صبرهم وعلى اهتمامهم وعلى وفائهم، فتقبل الله من الجميع وشكر الله للجميع اهتمامهم وسعيهم وصبرهم. ندعو الأستاذ المهدي الصوفي أحد المهتمين أيضا والمتابعين لنشاطات مكتبة الإحسان، جزاه الله خيرا لكل حال. تفضل أستاذ في أعتقد كلمة أخيرة وبعدها سنتولى. تفضل. الدعاء للمرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يغفر ذنوبه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرزقه جنة الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. تقبل الله منك. الله يجزيك ربي يحفظك. ونسيت أنا الأستاذ مصطفى، مانيش عارف نسيتك خلاص. نعود كلمة هكذا ولو تفضل. هرب 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 ساعات نسوي بعض المهم اللي نسيناه ولا يحب يدير كلمة، ماذا بينا في آخر هذه الدقائق الأخيرة فمأجورين إن شاء الله جميعا على حضوركم وعلى كلماتكم. تفضل أستاذ مصطفى. مصطفى على كل حال بعد تقاعده أمسى وأصبح إعلاميا مشهورا ومتابعا وفيا ومهتما جدا بخاصة بما يهم المنطقة ككل، فشكر الله سعيك وزادك على كل حال توفيقا وصبرا، فلك الكلمة. تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيد جدا بتواجدي بين هذه الشموع المضيئة وشاكر لأستاذنا محمد بن عبد الله على هذا الفسحة. فرح كما قال محمد فرح نحي بن عبد الله. لا عبد الله هو الوالد على هذيك اسم. نعم ممكن أنا نحب ننتسب إلى إليه يبقى هو أيضا اسمه دائما مذكورا. نعم فجزاكم الله خير. نعم شاكرين له إتاحة هذه الفرصة وإتاحة هذا الفضاء الذي من خلاله نلتقي ونجدد الذكرى دائما مع الأموات من علمائنا وإطاراتنا وأساتذتنا. في الحقيقة انتمائي للقرية، نفس القرية التي ينتمي إليها الشيخ محمد الشريف بغامي رحمه الله، جعلنا وإن اختلفت الأعمار هو يكبرني سنا إلا أننا كنا نلتقي وكنت أعرفه منذ السار. ما شاء الله. ولكن الاحتكاك الكبير الذي جمعني به هو كان في مطلع الثمانينات، حيث كان رائدا وقائدا للصحوة الإسلامية في قرية إنوغيسم بالخصوص، مع ثلة من الأساتذة الذين كانوا آنذاك طلبة جامعيين في مختلف جامعات الجزائر، ونلتقي جميعا في الصيف. في كل صيف نلتقي في البلدة، بلدتنا بلدة إنوغيسم، وكنا محتكين كثيرا مع الشيخ سي محمد علاوي رحمه الله. وكان الشيخ سي محمد علاوي لا يثق كثيرا في كل الشباب بقدر ما يثق في الأستاذ محمد الشريف بغامي رحمه الله لسببين. السبب الأول هناك علاقة قرابة بينهما. ثانيا لمرونة الأستاذ محمد الشريف بغامي، هو كان مرنا في تعاملاته، وبالتالي الوحيد الذي يثق فيه الشيخ الشيخ سي محمد علاوي أن لا يورطه لدى السلطات آنذاك، لأن الأمور كانت فيها نوع من الحساسية، فيها نوع من الرقابة، نوع من بطبيعة الحال. هذا الأمر من المفروض كان سيتكلم فيه البروفيسور الجودي مرداسي أكثر مني،
باعتباره كان كذلك من أترابه وأقرب إليه. أما نحن كنا عبارة عن تلاميذ، كان إضافة إلى الدكتور البروفيسور الجودي مرداسي كان الأستاذ صالح عريفي، الأستاذ إبراهيم عريفي شقيقين، كان الأستاذ أحمد زردومي المعروف باسم محمد إبراهيم، كان الأستاذ إسماعيل حمزة، الأستاذ إبراهيم خبزقة رحمه الله، الأستاذ صالح لونيسي، الأستاذ صالح أوشن، والكثير من الأساتذة الذين كانوا ينقلون النشاطات التي كانت تقام في مختلف الجامعات وفي مختلف المدن الكبرى كانوا ينقلونها إلى البلدة. رغم صغر البلدة وحجمها الديموغرافي القليل، إلا أنها في الصيف في كل صيف كانت عبارة عن شعلة. طبعا نحن كنا تلاميذ، عبارة عن تلاميذ بالنسبة لهم. ربما كنت أنا المتحدث، الأستاذ صالح الحمادي، كاين الأستاذ جمعي أكساس، كاين الأستاذ محمد بن مبارك، كاين كثير من الأساتذة اللي هما منتشرين في مختلف ربوع الوطن حاليا. إذن قلت هذه مرحلة كان هناك احتكاك كبير بيننا، بيني وبينه. ثم في بداية حياتي المهنية كنت موظفا في بداية في سنة 83 تحديدا بمديرية المجاهدين بولاية باتنا. في هذه المرحلة كان احتكاكه بي أكثر باعتباري إداريا، أنا ذاك كنت أتقن الضرب على الآلة الراقمة، كما في ذلك الوقت لم تكن متاحة الآلات الحواسب مثل ما هي عليه الآن، وكنت إن صح التعبير عبارة عن مستشاره القانوني والإداري، كان يستشيرني في كثير من القضايا الإدارية والقضايا القانونية باعتباري أنتمي إلى الإدارة. ثم الحاجة الأساسية التي أتذكرها جيدا وهي شرف كبير لي، هي أنني أنا من طبعت له مذكرة ليسانس التي أعدها آنذاك، أنا الذي كتبتها بالآلة الراقية، مذكرة تخرج شهادة ليسانس أنا من كتبتها له. ورغم أنا كتبتها له قبل ذلك حوالي 84-85، وهذا رغم أني أنا يعني ليس تخصصي بعيد عن تخصص اللغة العربية، إلا أنني عن طريقه عرفت آنذاك الفرق بين اللغة والأدب. لم أكن أفرق بين اللغة والأدب، كنت أعتبرهم شيء واحد، لكن في ذلك الحين عن طريق بحثه تعلمت الكثير من الأشياء، وفعلا هو كان فصيحا ومفوها. ثم إلى المرحلة الأخيرة، السنوات الأخيرة، كنت أنا ربما أقول أنا من أقنعه بالدخول في عالم العالم الافتراضي، خاصة الفيسبوك عبر الصفحة التي أنشأتها وهي صفحة عاش بن مسلم الأوراس، باعتبارها تؤدي رسالة في هذا المجتمع، وهو كان قد اقتنع بالرسالة التي تؤديها هذه الصفحة من الناحية الإعلامية عموما، ومن حيث التعريف بشخصياتنا بصفة عامة، خاصة المجاهدين والعلماء، علماء المنطقة، وهو كان ملما وخبيرا بكل هذه الشخصيات. وكنت قد سطرت معه برنامجا، والتقيته أسبوع قبل أن يدخل المستشفى، سجلت معه في شارع طريق بسكرة، سجلت معه آخر حوار، آخر لقاء كان بيني وبينه، وأثناء ذلك اللقاء اتفقنا على الدخول في مرحلة التنفيذ هذا البرنامج، البرنامج الذي يتمثل في التعريف في كل مرة بشخصية من شخصياتنا التاريخية، بداية بالشهداء المجاهدين، ثم الشخصيات العلمية والاجتماعية في المنطقة. النقطة الثالثة التي أود أن أشير إليها والتي كان يتميز بها الأستاذ محمد الشريف بغامي رحمه الله هو عمله الخيري، يعني كان عمله متميزا جدا رغم أنه لا يظهر للعلن، لأنه كل تقريبا كثير من الأعمال الخيرية يقوم بها في سر
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والمعنيين بالأمر مباشرة. ومن الأعمال التي شهدت مساهمته الفعالة فيها وهي مساعدته لجمعية ضحايا السيليكوز بتكوت. معروف أن مدينة تكوت، قرية تكوت بالخصوص، والقرى المحيطة بها وكذلك بلدية إنوغيسن من المناطق التي تضررت كثيرا من جراء ضحايا صقل الحجارة الذين أصيبوا بالتكلس مهم بداء سيليكوز الرئوي، داء سيليكوز، وهو كان من الذين يقوم بجلب المساعدات سواء المادية المالية أو العينية لهذه المنطقة. عموما هو بحر لا نستطيع الغوص في أعماقه ولا نستطيع أن نحيط بكل جوانب حياته، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، ومهما عرفنا من زوايا فتخفى علينا الكثير والكثير من الزوايا من حياته رحمه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل كل صالح أعماله وأن يرحمه وأن يجعل أبناءه خير خلف له، وأن يبارك في أهله جميعا، وأن يبارك لنا فيه وفي علمه جميعا، وأن يقيض لهذه الأمة من يخلفه. ولعل أكيد هناك بعض الأساتذة الذين ساروا على منهجه، منهم الأستاذين الفاضلين البروفيسور مسعود فلوسي، فهو كذلك له دور كبير ما شاء الله يعني في هذا الجانب، ونفس يسير في نفس المنهج الذي سار فيه الأستاذ محمد شريف بغامي، وكذلك الأستاذ محمد فراح الذي خاصة عن طريق هذا الفضاء. نتمنى للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. كلمة فعلا شوية نسينا كيسم ما حقناش. نعم بارك الله فيك أستاذ مصطفى، تقبل الله منك وتقبل الله أيضا من الجميع. هو على كل حال كنا وجهنا أيضا دعوة لبعض أساتذة المعهد، معهد زانا، وعدوني بالحضور لكن أعتقد لم يلتحقوا، فعذرهم معهم على كل حال. وعلى كل حال فيها أعتقد بعض إذا كان سمحتوا بعض المشاركات هنا لكم حلرهم يتبعوا من بعد فيه.